الرحمن الرحيم، هنبدأ فعاليات اليوم الرابع في الدورة التدريبية التابعة للجمعية الدولية لأمراض الكلى الـ ISN بالاشتراك مع الإدارة الصحية بالدقهلية ومشروع طلخة التدريبي. We will start the fourth day of our International Site of Nephrology Educational Ambassadors Program, طلخة Project. And we will have two eminent speakers today. We have Dr. Mohammed Kamal. He is a nephrology specialist at Mansoura International Hospital, and he will speak about the nursing care of vascular access. He will be followed by our associate professor, Dr. Dua, and she will speak about the nutrition in chronic kidney disease. دكتور محمد بليز ستارت. تفضل دكتور محمد. انميوت يور سيلف. دكتور محمد معايا؟ دكتور محمد؟ دكتور محمد مش جاهز، راح طلع بره ولا ايه؟ لا موجود بس معرفش فصلت ليه. الصوت عنده قفل. الصوت والفيديو والشاشة، والسكرين ظاهر عند حضرتك؟ لا السكرين مش ظاهر. ما انا بقول السكرين مش ظاهر. الصوت شغال. اشوف. مش ما هو اشوف على الماسنجر كده.
جاهز كده دكتور محمد؟ الو الو دكتور محمد سامعني كده؟ أنا سامعك كويس، الصوت واضح؟ اه كده الصوت واضح. اه نبدأ؟ طيب أنا هعمل شير تاني للمحاضرة. اعمل شير المحاضرة وابدأ بقى على طول. طيب كده المحاضرة ظهر عندكم؟ كده المحاضرة ظهرت تمام. طيب أبتدي إن شاء الله. توكلنا على الله. بإذن الله. السلام عليكم، انا دكتور محمد كمال اخصائي اوراق كلى مستشفى المنصوره الدولي، والنهارده ان شاء الله باذن الله هنتكلم على العنايه بوصلات الغسيل الدموي او الكير بتاع الفاسكولار اكسس. هو في الحقيقه الكير بتاع الفاسكولار اكسس ده من اهم المواضيع بالنسبه لنا احنا، لان اكتر نسبه ادمشن بصراحه احنا بنشوفها كدكاتره الكلى لمرضى الغسيل الدموي بالذات بتبقى ريليتد للفاسكولار اكسس. فالفاسكولار اكسس في الحقيقه هو بالظبط زيه زي الحبل السري بالنسبه للطفل في غرف بطن امه، او ان هو دي الحاجه اللي بتوصله فعلا بالحياه. طول ما الافاسكولار اكسس بتاع العيان كويس غالبا بيكون العيان صحيا كويس. لما بيبتدي يحصل فيه مشاكل بتبتدي حاله المريض الصحيه تتدهور اب تو ان هو ممكن توصل للاسف حتى الوفاه. عشان نفهم العنايه بتاعت الوصلات الغسيل الدموي لازم نفهم يعني ايه طيب بتاعت الوصلات الغسيل الدموي في الاساس. عندنا ثلاث حاجات، اول حاجه عندنا الاي في فيستولا، ثاني حاجه عندنا السنسيتيك جراف، ثالث حاجه السنترال فينوس كاسترز. دايما كده في مقوله مشهوره عندنا كاطباء كده بيقول لك فيستولا فيرست، يعني احسن وسيله غسيل بالنسبه للمريض هي الفيستولا. تمام؟ طبعا احسن من ناحيه من نواحي كتير، بس الاول خلينا نتكلم قبل ما نبتدي نتكلم عن كل واحده، نتكلم يعني ايه اصلا اي في فيستولا. خلاص ايه الفيستولا؟ هي عباره عن ان هو انت بتعمل كونكشن ما بين ارتري وفين او ما بين شريان ووريد. طب انت ليه انت اصلا بتعمل الكونكشن بتاع الكونكشن دوت او الوصله دي بتعملها ليه بالعربي يعني؟ عشان تعمل حاجه اسمها ارتريزيشن اوف ذا فين. طب يعني ايه ارتريزيشن اوف ذا فين؟ يعني حضرتك بتحاول تخلي جدار الوريد شبه جدار الشريان من حيث قوته وسمكه وان هو يستحمل الريبيت الكانيوليشن في اكتر من مره. ليه؟ هو حضرتك لما بتيجي تركب كانيولا مثلا في وريد في عيان عادي خالص بيوم اثنين ثلاثه بالكثير، وبيبتدي اللي بيقول لك تيجي اللفظ المشهور اللي هو يقول لك الوريد فرقع. دوت طبعا مش مقبول بالنسبه لمريض غسيل الدموي، ده راجل بيغسل ثلاث مرات في الاسبوع، المره اربع ساعات على ضغط على منبع عاليه. فاحنا محتاجين حاجه اكسس قوي يقدر يستحمل الموضوع دوت، فبنعمل حاجه اسمها ارتريزيشن اوف ذا فين، او بنعمل حاجه اسمها الاي في فيستو. تاني حاجه عندنا ممكن نعمل سيستيك جرافت، ان احنا بنوصل الوريد بالشريان عن طريق انبوبه يعني او عن طريق وريد صناعي. خلاص تمام. ثالث حاجه اللي هي القساطر سواء بنوعينها، سواء النون تانلد او تانلد اللي هي القساطر المؤقته، الاسم اللي هو الدارج اللي بيتقال عليها، سواء اللي هي القسطره المؤقته او القسطره الدايمه. زي ما احنا شايفين قدامنا كده ده دي انواع الوصلات عندنا اهي، ده ادي الارتيريو فينوس فيستولا. خلاص تمام. وليها انواع طبعا، في لو في ايد من تحت بنسميها راديو كيفاليك فيستولا، لو بنطلع فوق شويه بريكيو كيفاليك فيستولا، وايفن حتى لو على الانر سايد بتاع الارم بنسميها بريكيو بازيليك فيستولا او ترانسبوز بريكيو بازيليك فيستولا. وادي الكاستر اهي، وادي شايفين هنا كف او تانل، فاحنا كده يبقى ديت اللي هي الايه التانل كاستر، او ما يطلق عليها مجازا يعني القسطره الدايمه. خلاص تمام. و زي اللي انتوا شايفين برضو اللي هي الارتيريو فينوس فيستو. طيب
خلينا نتكلم الاول نقول ان بالنسبه لنا احنا يعني ايه هي الكير بتاع الايفي فيستولا او العنايه بالوصل ريديشن نيبز بيتم ازاي. هو بصراحه بيكون حاجه مشتركه ما بين ثلاثه، ما بين الدكتور وما بين التمريض وما بين العيان نفسه. اول حاجه في القصه لازم تعملها لازم يكون في بيشنت ايدوكيشن، تعرف المريض. هتعرف المريض ايه بالظبط؟ اولا هتعرف المريض ان هو دايما لازم يحافظ على نظافه مكان الوصله، ما يغسلها حتى بالميه والصابون، بس الصابون يكون خالي من مواد الكاويه عشان ما يعملش جفاف في الجلد او تشقق فيه. دايما المريض لازم يتاكد بنفسه، يتعلم ازاي يتاكد بنفسه ان الفستله دي شغاله، ان هو يحط ايده الثانيه عليها ويتاكد، يحس السريل بتاع الفستله والصوت المميز بتاعها. ولو ابتدى يحس في اي وقت ان الصوت ضعيف او ان هو حصل فيها اي مشاكل، لا لازم نبلغ الدكتور. احنا ممكن نحسن عمل الفستله ونقويه اصلا بان هو يعمل تمارين خفيفه في كره مطاط كده المريض بيمسكها بيعمل بيها تمرين لمده 5 دقائق 10 دقائق يوميا، ده كفايه جدا. الفستله دي ما ينفعش يشتغل، يعني هو لو الراجل بيستخدم ايديه في الشغل ما ينفعش يستخدم اللي هي الايد اللي فيها الفستله دي ان هو يشيل بيها حاجه تقيله او ان هو حتى يتعرض لحراره او بروده شديده. يمكن حتى هو نايم ما ينفعش ينام على الفستله، الدراع اللي فيها الفستله ما ينفعش ان احنا كتمريض نقيس الضغط من الدراع اللي فيه الفستله او ان احنا ناخد منها عينه. ولما حتى بنيجي نلبس بننبه عليه في اللي هو في اللبس نفسه ما ينفعش يلبس لبس ضيق على الفستله. الفستولا احنا عندنا طبعا هو المريض بيخلص الجلسه بتاعته في خلال الاربع ساعات بتوع الغسيل بتوعه، بنحط الباندج عليها وبنغطيها له. ممكن يشيل اللي هو الضباطه دي او الباندج دي بعد حوالي 4 لـ6 ساعات طالما ما فيش نزيف او ما فيش اي مشاكل فيها. نبه على المريض دايما ان هو لو في ريدنس او هوتنس، لو في احمرار او التهاب حواليه الفستولا، او لو في نزيف، او لو حس ان الفستولا ابتدت تضعف، او لو حس ان في تميل، او لو حس ان في مثلا صديد او عدوى او اي حاجه، لازم على الفور طبعا ان هو يتجه للطبيب ويبلغه بالمشاكل اللي هو حاسس بيها. دي اول حاجه اللي هي ان احنا نعلم المريض ازاي يهتم بالفستولا. تاني حاجه الماتوريشن يعني ايه؟ يعني الوقت اللي هي لازم تاخده الفاسكولار اكسس عشان نقدر نشتغل منه. في الحقيقه في الايفي فيستولا عندنا الماتوريشن اتفقوا ان هو دايما حوالي 45 يوم. هو ملهوش رقم محدد تحديدا، بس هو لازم طبعا الاول بنراجع طبيب الفاسكولار او طبيب الاوعيه عشان نتاكد فعلا ان الفيستولا ماشيه بطريقه مناسبه وشغاله بطريقه مناسبه ونقدر نبتدي نشتغل منها. اتفق ان الفتره دي حوالي 45 يوم من بدايه عمل الفستولا، وممكن تزيد شويه خلاص تمام او تقل على حسب كل مريض، بتفرق من مريض للتاني. الموضوع دوت في الوريد الصناعي لا طبعا، هو احنا بنستنى بنصبر بس اباوت 2 ويكس خلاص تمام، اللي هو في الوريد الصناعي اباوت اسبوعين بس ونقدر نشتغل بعديها من الوريد الصناعي طالما الجرح كويس ومفيش مشاكل عندنا. بالنسبه للاساطر لا، وانس ان احنا بنركب الاسطره ونقدر نشتغل منها على طول باذن الله. ثالث حاجه بنستخدم في نتكلم عليها عندنا بعد البيشنت اديوكيشن وبعد الماتوريشن، نتكلم على الكانيوليشن. ازاي نقدر نعمل كانيوليشن خاصه في الفيستول؟ الكانيوليشن عندنا الدايركشن بتاع النيدل طبعا احنا عارفين كلنا اللي هي المفروض ان هي الابره الزرقاء تبقى ناحيه فوق والحمراء ناحيه تحت. اول مره التركيب لازم طبعا نجيب اللي هو اكتر ممرضه عندنا خبره وعندنا تو تكنيكس بصراحه احنا بنستخدمهم في التركيب. التكنيك الاولاني اللي هو الراب ليدر، والتكنيك الثاني اللي هو البطن هول. يعني الراب ليدر يعني اللي هو السلم الحبل. القصه كلها ان انت بتغير المكان في كل مره من مره للثانيه للثالثه خلاص تمام. ليه؟ عشان تحاول تحافظ على الفستولا وتطول في عمرها على قد ما تقدر. في طريقه ثانيه بنستخدمها اللي هي البوتن هول تكنيك، اللي هو ان انت تخش في نفس المكان كل مره. هي ديت فكرتها عامه بتتطلب وجود نوع معين من الابر، اللي هو الابر في الاول احنا بنستخدم الابر الشارب وبعد كده بنستخدم اللي هي الابر البلانت. بالابر الشارب دي المفروض ان احنا بنخش في نفس المس طبعا اللي بتركب، بتبقى نفس المس
بتخش في نفس المكان بنفس الزاويه بنفس الطريقه لمده اباوت 5 لـ6 جلسات ورا بعض لغايه اما بيتكون تراكت ما بين الفيستولا وبين السكين. جاست بعد كده ان هو بيبقى فيه سكيل او فيه قشره بتبقى موجوده على الفيستولا من بره، حضرتك بتشيل القشره دي وبعد كده بتستخدم الابره البلانتيه. ميزتها طبعا ان هي ليس بينفول بالنسبه للعيان، يعني الموضوع العيان طبعا بعد اللي هو الخمس الموضوع بالنسبه له اسهل كتير. طيب هنركب ازاي؟ طبعا دي طريقه اللي هي غسيل الايدي كلكم طبعا ادرى مني بيها، ونبتدي في الخطوات اللي هي بتاعت اللي هي ازاي احنا هنعمل كانيوليشن. طبعا بتكسبوز الارم بتاع العيان زي ما احنا شايفين كده قدامك وحضرتك بتبص عليه كويس. ربنا بيدينا دايما كده حواس احنا لازم نستخدمها، هي القصه مش قصه ان انا هستخدم ايدي واخش اركب وخلاص، لا حضرتك لازم بتشوف بعينيك الاول بتتاكد ان مفيش اي مشاكل موجوده في الفيستولا، مفيش احمرار، مفيش صديد مثلا، مفيش بؤره صديديه، مفيش هيماتومه كبيره واضحه قدامك، مفيش انيوريزم مثلا شكلها يقلق. حضرتك شفت لقيت الدنيا كويسة تمام. تاني حاجة بتعمل اللي هو بتستخدم اللي هو البيتادين. البيتادين طبعا احنا كلنا عارفين ان انت لازم تسيب البيتادين حوالي من 2 لـ5 دقايق عشان يشتغل ديسانفكتنت لو انت اشتغلت بيه قبل كده ولا كان له لازمة. وبعد كده بتبتدي تشيل البيتادين والدنيا بتبقى واضحة قدامك وتبتدي تركب. ادي الابرة الزرقاء ناحية فوق، طبعا الممرضة زي ما انتم شايفين حضراتكم كده لابسة الجوانتي بتاعها ولابسة اللبس المعقم بتاعها، وبعد كده ادي الابره اتاكد ان تتاكد ان الابره شغاله ونروح مركبين الابره الثانيه نفس الطريقه نتاكد انها شغاله. طيب ايه الكومبليكيشن اللي انا ممكن تقابلني في وانا بركب خاصه في الايفي فيستو؟ مبدئيا كده في الاول في الايفي فيستو اول حاجه هيموريدج تمام، ان هو ينزف ان هو يبتدي اللي هو المريض اللي هو يجي المريضه تيجي تقول لحضرتك دلوقتي انا شايفه ان في المريض دوت الابره بتاعته ما بتقفلش على طول بعد ما بنبتدي نشيل الابر، او ان انا لاحظت ان في هيماتومه موجوده تحت الدراع. بنبتدي ساعتها بنشوف اللي هو السبب ايه، هل السبب له علاقه بضغط العيان، هل السبب له علاقه بجرعه الهيبرين اللي احنا بنستخدمها، ولا ايه السبب بالظبط، ونبتدي نشتغل عليه. تاني حاجه المال فانكشن. يعني ايه مال فانكشن؟ ان انت اللي تيجي تقول لك لا ده العمليه بتسكشن او العمليه مش شغاله كويس، او ان انا لما باجي اعلي البامب العمليه مش شغاله معايا كويس. طب ايه السبب حضرتك دوت؟ هو بصراحه المفروض ان دوت بالمتابعه، وده اللي احنا بناكد عليه ان احنا هننبه على العيان الاول ان انت على طول بطريقه دوريه هتبتدي تحس اللي هي الفيستولا وتتاكد انها شغاله كويس، والممرضه كمان لازم تبتدي تحس. ولو لقيت ان الموضوع ابتدى يزيد او ان هي مثلا السلال بتاع العمليه ابتدى يضعف، ده بحكم ان التمريض دايما هو المتواجد في الوحده اكتر مع المريض، لازم تبتدي تبلغ الدكتور عشان نبتدي نوجه المريض ساعتها لدكتور العوايه او نشوف ممكن ايه اللي يتعمل له بدري. انفكشن زي ما احنا شايفين طبعا الانفكشن انت هتشوفه ازاي حضرتك؟ هتبتدي تشوف بعينيك هتلاقي فيه احمرار او فيه التهاب او ايفن حتى اللي هو فيه صديد موجود ابتدى يظهر عندك. رابع حاجه عندك ستيل سندروم. يعني ايه ستيل سندروم؟ ستيل سندروم دي حاجة بتحصل، هو المفروض ان هو اللي احنا بنعمله ده حاجة صناعية مش حاجة طبيعية، ان انت بتوصل وريد بشريان، فالطبيعي جدا ان انت لما بتعمل كده انك بتقلل كمية البلاد فلو اللي رايح للاكستريمتس او اللي رايح لللمس. طيب ايه الموضوع دوت؟
هو واضح ان النت فصل تاني من فهنرجع تاني معلش هتكلم سريعا عن ال عن الكومبليكيشن. عن الكومبليكيشن بتاعه الايفي فيستولا. ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تقابلنا في الايفي فيستولا؟ اول حاجه عندنا اللي هو الهيموريدج. خلاص تمام، لازم الهيموريدج دوت ممكن يحصل نتيجه اللي هو مثلا عين ضغطه عالي فالابره ما بتقفلش كويس، او ان هو نبتدي نبص نلاقي فيه هيماتومه موجوده في الايفي فيستولا. ده حاجه تاني. حاجه عندنا المال فانكشن، ان هو مثلا المريضه تيجي تقول او ان حضرتك تيجي تشوفي تبص على المكنه تلاقي العمليه بتسكشن او العمليه مش شغاله او ان العمليه ما بنقدرش نوصل فيها للبمب المناسب ان احنا نقدر نشتغل بيه عشان يدي العيان جلسه مناسبه. فتالت حاجه عندنا ان احنا نبص نلاقي فيه انفكشن. الانفكشن عندنا واعتقد ان النت فصل عند الجزء بتاع الانفكشن. الانفكشن طيب انا هعرف ازاي ان الفيستولا دي فيها انفكشن؟ اول حاجه عندنا حضرتك بتبص بعينيك بتشوف في ريدنس، في احمرار، بتبتدي تحس بايديك، بتلاقي في هودنس في مكان العمليه، او معنى كده ان في التهاب ما، او ان انت بتشوف بعينيك بتلاقي في بؤر صديديه مثلا، او بتلاقي في بص خارج، فده معناه ان في انفكشن. ساعتها طبعا ما نقدرش نركب الا لما نبلغ الطبيب عشان نشوف احنا هنشتغل من الايفي فيستولا ولا احنا هنركب اكسس تاني نشتغل منه ونحافظ على الفيستولا لفتره معينه لغايه اما ناخد البروبر تريتمنت بتاعنا زي الانتيبيوتيك او ايا كان التريتمنت اللي هياخده العيان لغايه لما نسيطر على الانفكشن عشان نحافظ على العمليه على قد ما نقدر. من الكومبليكيشن برضو اللي ممكن تقابلنا عندنا حاجه اسمها ستي سندروم. ستي سندروم المفروض ان احنا عارفين ان هو اللي احنا بنعملها الايفي فيستولا دي حاجه احنا بنعملها، مش ده طبيعي، ان كميه حضرتك بتوصل الارتري بفين، فمعنى كده ان كميه الدم اللي كانت ماشيه في الارتري وواصله لللمب بتقل معانا بالتدريج، فبيبتدي العيان يشتكي لك يقول لك ده انا حاسس والله ان في نونس، في تينجلنج، في مش حاسس بصوابعي في اللي فيها العمليه، لا ده انا صوابعي ابتدت تزرق كذا كذا. ساعتها بنبتدي نشوف هل السبب هو العمليه فعلا ولا هل في اي ديز تاني ممكن هو مسبب الموضوع دوت، ويبتدي نوجهه للدكتور الفاسكولار اب تو ان احنا في الحالات الادفانسد ان احنا ممكن نقفل العمليه عشان نحافظ على الليمبي من انها يحصل لها اسكيميا او جنجرين او ايا كان. انيوريزم او سودو انيوريزم. يعني ايه انيوريزم؟ انيوريزم اللي هو الدايلتيشن اللي حضرتك بتشوفه في الفيستولا، يعني الناس اللي بتغسل بقى لها فتره طويله خلاص بيبتدي يظهر حاجه زي الكلاكيع في ايديها كده. خلاص تمام، ايه ده سببها ايه؟ يا كان في ناس بتقول ان هو ممكن يكون في ديستال ستنوزز، او ان هو يكون في جلطات قافله الوريد او مسار الوريد يعني، او في ناس تانية بتقول لك ان هو عشان ضغط الدم العالي في جدار الوريد. في الحقيقه هو السبب الرئيسي للانيوريزما او سودو انيوريزما، وكنا احنا عملنا حتى بحث عن دوت في مستشفى المنصوره الدولي، كنا نشرناه، ان السبب الاساسي في الانيوريزما او في السودو انيوريزما هو الريبيتد كانيوليشن في نفس المكان. طيب طبعا هو بالنسبه للمريض الموضوع بيبقى ليس بينفول. خلاص تمام، ان هو يعني ايه ما بركب في نفس المكان ما بيعادش بيوجعه زي الاول. بالنسبه للتمريض طبعا برضو الموضوع بيبقى اسهل شويه، ان انا خلاص خدت على المكان دوت وبركب فيه. بس في الحقيقه ده بيأثر عمر العمليه، لان انت كل مره حضرتك بتركب فيها في نفس المكان بيبتدي المكان دوت يضعف بالتدريج، فالول بتاعه يضعف، الول بتاع الفين يضعف، فمع البريشر العالي اللي موجود عندنا بيبتدي يضغط على المكان الضعيف دوت ويبتدي يحصل عندنا انيوريزما او سودو انيوريزما. طيب في حاجه تانية برضو لازم ناخد بالنا منها في الانيوريزم، ان هو انت لازم حضرتك تعرف تفرق كنيرس ما بين الامبندنج راشر انيوريزم او لا. هل الانيوريزم ديت كومبليكيتد ولا لا؟ هل الانيوريزم ديت حالتها مستقره ولا فيها حاجه تخوف؟ يعني ايه حاجه تخوف؟ يعني هل الانيوريزم دي ممكن تفرقع في لحظه من اللحظات ويبقى في عندنا رابشر ايفي فيستولا ويحصل بليدنج ويبقى في ريسك على حياه العيان؟ طب انا هعرف منين الكلام دوت؟ حضرتك تقدر تعرف الكلام دوت بان انت تتابع حجم الانيوريزم من اسبوع للتاني. هل حجمها بيزيد من اسبوع للتاني ولا لا؟ لو حجمها ثابت ماشي خلاص، يبقى كده دي غالبا دي ستيبل ومستقر. لو حجمها بيزيد لا ده موضوع يقل. تبتدي تشوف التغيرات اللي بتحصل على السكن نفسه على الانيوريزم، هل في بيجمنتيشن، هل في تغير في اللون في الجلد فوق الانيوريزم،
هل بيحصل سيننج، هل الجلد ابتدى يلمع فوق الانيوريزم، معنى كده ان هو الجلد ده ضعيف وان هي دي الارم ساين او ريد الارم او يعني انذار ليك ان هو دوت، لا خلي بالك الانيوريزم ديت مش مستقره وممكن تفرقع في اي لحظه ويبقى فيها ريسك على حياه العيان. الفينوس هايبر تنشن اللي هو الضغط اللي ده حضراتكم بتشوفوه كله، طبعا انتوا بتقيسوا اصلا الفينوس بريشر على المكنه ازاي؟ لازم كنا نعرف طبعا ان انت عشان تقيس الفينوس بريشر على المكنه لازم اللي هو اللي تنزل البامب ال 200 وتبتدي تقيس بعدها. في كتير من العيانين طبعا احنا بيحصل لازم نخليها في المستشفى. زهرة قدامك ولا المحاضرة زهرة؟ هنتكلم بعد كده، احنا كده خلصنا الجزء بتاع الاي في فيسترا، هنبتدي نتكلم على الجزء بتاع الفينوس كاستر. في مشكلة في التعامل مع الفينوس كاستر بالنسبة لنا ان احنا مش فاهمين حاجة. حضرتك انت شايف طرف القسطرة بره، بس في الحقيقة هو الطرف التاني القسطرة اللي حضرتك مش شايفه موجود في الرايت اتريوم، موجود في الاذين الايمن بتاع قلب العيان. فحضرتك اي حاجة، اي انفكشن بيحصل بره، انت حضرتك بتعرض العيان للريسك وللخطر ان الانفكشن ده يوصل على القلب مباشرة، فهي حاجة في منتهى الخطورة. وفي حاجة تانية لازم نعرفها ونعرفها للعيانين، ان في نوعين من الاساطر. ان في عندنا حاجة اسمها النون تانل ديكاستر وفي حاجة اسمها تانل ديكاستر. يعني ايه نون تانل وتانل؟ اللي هي مجازا احنا بنطلق عليها الاساطر المؤقتة والاساطر الدايمة. الفرق الظاهر بالنسبة لنا اللي احنا ممكن نشوفه بالعين ان هو ديت في حاجة اسمها كف بتبقى موجودة، اللي هي بالنسبه للدكاتره اللي بيركبوها بيركبها تحت الجلد عشان يحصل حواليها فايبروزس فتبتدي القسطره الدايمه تثبت. ده بالنسبه للقسطره الدايمه. القسطره المؤقته لا، هي في الحقيقه ما اسمهاش قسطره دايمه، هي يعني ان هي ما بتقعدش، غالبا ما بتقعدش طول العمر، بس هي بتقعد وقت اطول من القسطره المؤقته. مميزات القسطره الدايمه عن القسطره المؤقته كاسم مجازي يعني ان هي بتقعد فتره اطول، ان هي الريسك بتاع الانفكشن فيها بيبقى اقل، لان احنا زي ما احنا قلنا احنا بنستخدم بيبقى فيه كف موجوده فبتمنع اللي هو الاكزيت سايد انفكشن او سايد انفكشن اللي هو الانفكشن اللي جاي من بره. فاغلب الانفكشن بيبقى جاي في القسطره نفسها من جوه، والماتيريال نفسها بتفرق معانا، ماتيريال بتاعه القسطره والفرنش بتاع القسطره نفسه بيفرق معانا، بيسمح لنا ببلاد فلو اعلى وبكفاءه جلسه اعلى للمريض. القسطره المؤقته هي اسمها قسطره مؤقته، يعني هي حاجه بريدجنج لغايه اما نوصل ل فاسكولار اكسس داين بالنسبه للعيان. يعني العيان لو جاي لي في حاله طارئه دلوقتي، مفترض طبعا الطبيب اللي هو المريض اللي هو متابع مع الطبيب بيبتدي، احنا عارفين مراحل السي كي دي هم 5 ستيجز، عند ستيج 3 بي او ستيج 4 ببتدي انا انصح المريض دلوقتي حضرتك مش بعيد عن الغسيل، فحضرتك لو سمحت ابتدي اعمل لنا الاي في فيستولا دلوقتي، شوف حضرتك هتغسل دموي ولا بريتوني، لو لا دموي طب حضرتك دلوقتي بعد اذنك دلوقتي هتبتدي تروح للدكتور اوعيه دمويه عشان يعمل لك الاي في فيستولا، لان الاي في فيستولا بتاخد حوالي 45 يوم عشان يحصل لها ميتوريشن، وكل ما سيبناها اكتر كل ما كان افضل. في بعض الاوقات ده ما بيحصلش، بيبقى المريض مش متابع او ان هو بيحصل حاجه طارئه فبتؤدي لفشل كلوي حاد، المريض بيجي لك فبيركب اللي هي القسطره المؤقته.
الأسطرة المؤقتة دي من اسمها هي حاجة مؤقتة، يعني حاجة ما بتقعدش لفترة طويلة، هي عبارة عن بريدج لغاية ما أعمل للعيان دوت فاسكولار أكسس داي. طيب يعني ما اجيش الاقي اللي هي الاسطره، العيان مركب اللي هي الاسطره في رقبته يقول لي ده بقى لها 3 4 شهور. حضرتك كتمريض لازم تقول للعيان طالما اللي هو عدى عليك الوقت اللي هي الاسطره الانترنال جاجولار او الاسطره اللي في الرقبه طالما عدى عليها وقت معين اللي هو اباوت 4 اسابيع شهر بكتير، تقول له لا دي حضرتك عدى عليها الوقت دوت وده كده جابت اخرها. الاسطره الفيمورال مثلا لا، هي ما ينفعش اركب اسطره فيمورال اصلا واطلع بيها عيان، يعني ده غلط. انا بتكلم برضو على الاساطير المؤقته، الاسطره المؤقته الفيمورال دي العيان موجود عندي في المستشفى وتحت عينيا لنتيجه الريسك الكبير جدا اللي ممكن يحصل من الاسطره، من ان هو مثلا يحصل له تعمل جلطه او ان هو يحصل منها نزيف او ايا كان، فدي بتتركب في العيان اللي ادمتت عندي في المستشفى بس. طيب انا ازاي اعتني بالاسطره، بالاسطره سواء كانت اسطره مؤقته او اسطره دايما؟ حضرتك قبل الجلسه طبعا، او حضرتك قبل الجلسه هتبتدي طبعا هتغسل ايديك قبل التعامل مع الاسطره حسب الانفكشن كنترول، وتبتدي واقي الملابس وتبتدي الماسك بتاعك ليك وللممرضه، وتكشف مكان الاسطره. وزي ما احنا قلنا احنا ما بنتعاملش بايدينا بس، احنا بنستخدم كذا الحواس بتاعتنا كلها. يعني انت حضرتك هتكشف الاسطره هتستخدم ايه؟ مبدئيا كده هتبتدي تستخدم عينيك وتشوف، هو هل في مكان، هل في التهاب حوالين الاسطره ولا لا، هل في بص طالع من المكان اللي داخل فيه الاسطره للجلد ولا لا، دي حاجه. ثاني حاجه هتبتدي تشوف حضرتك، هتبتدي حضرتك بتشم، ممكن تشم باد اودر، وحضرتك بتفك اللي هو البلاستر اللي على الاسطره، ده معناه ان في انفكشن. تالت حاجه بتبتدي تشوف اللي هي هنعمل ايه، هنعمل ايه في الاسطره، هنتعامل معاها ازاي. اول حاجه عندك هتشيل الغطيين اللي قافلين الاسطره، تحطهم في شاش معقم وتبتدي تعقم المكان اللي حوالين الاسطره اللي الاسطره داخله فيه في الجلد، سواء بكحول مخفف او ايودين او هيكلورهيدروكسين، وتسحب حوالي 2 سم دم من كل طرف لان دولت اللي كان بيبقى فيهم الهيبارين خلاص، وتبتدي تحقن حضرتك نورمال سلاين اللي هو 9 من 10%، وتكرر عملية السحب والحقن كذا مرة عشان تتأكد ان الاسطرة شغالة كويس. كل الكلام دوت قبل ما تركب الاسطرة او قبل ما تبتدي توصل الجلسة. خلاص اتأكدت ان الامور دي كلها كويسة وان الدنيا تمام، حضرتك بتبتدي توصل الجلسة وتغطي المكان اللي هو الاسطرة مخترقة فيه الجلد بشاش معقم طوال مدة الجلسة. بعد الجلسة هعمل ايه؟ برضو نفس الكلام، هغسل ايدي. فصل؟ فصل دلوقتي ولا من زمان؟ شغال؟ تمام تمام تفضل دكتور محمد عشان الوقت، اتفضل. تمام حضرتك بعد بعد ان شاء الله ما الجلسه بتخلص على تمام، بنبتدي نغسل يعني نغسل ايدينا برضو، نبتدي الوقي والقفازات المعقمه والماسك ليا والماسك للمريض، وابتدي تشطيب الجلسه. بالنسبه للهيبارين انا في بس حاجه عاوز اتكلم فيها، الهيبارين بالنسبه للاساطر الدايمه بالذات، لان المشكله دي بتقابلنا او بنشوفها كتير عندنا في المستشفى، بيجي لنا يقول لك الاسطره دي مش شغاله، الاسطره الدايمه دي مش شغاله. الاسطر اللي هي بيطلق عليها مجازا الاسطره الدايمه او اللي هي الاسطره اللي هي الاسم الصحيح بتاعها التانل، ليها طريقه تشطيب معينه. حضرتك كل لمب من الاسطره سواء الطرف الاحمر او الطرف الازرق مكتوب عليه رقم، الرقم دوت هو اللي بنقفل بيه. يعني مثلا زي مثلا لو الاسطره مقاسها 19 مثلا سنتي، حضرتك مش هتعرف انها 19 بس هتلاقي مكتوب على كل طرف 2 و2.1 من 10، معنى كده ان حضرتك بتقفل ب 4 و1 من 10. طيب حضرتك هتقول لي هتحط ال 4 و1 من 10 كلهم هيبارين؟ لا، انا كل اللي طالبه من حضرتك امبول هيبارين وامبول هيبارين تاني اللي انت بتستخدمه، الاثنين امبول هيبارين العادي جدا بتاع حضرتك، بس هتزود عليه 2.1 من 10 ملح، يبقى كده المجموع 4 و1 من 10، وتدي في الطرف اللي مكتوب عليه 2.1 من 10 2.1 من 10، والطرف التاني بتدي 2. هل بتفرق؟ تفرق جدا طبعا
لان هي بتاكد ان هو القسطره مش داخل ما فيش دم موجود في القسطره فمش هيحصل كلوتنج فالقسطره هتفضل هتقعد مع المريض لاطول فتره ممكن. ونفس الكلام برضو خلاص انا في القسطره المؤقته خلاص انا حقنت الهيبارين بتاعي في كل طرف وبحط الغطاء بتاعي في بتادين لمده 3-5 دقائق قبل ما اركبهم تاني وبعد كده بتاكد ان انا قفلت طرفين القسطره وبغطي اللي هي مكان اختراق القسطره بشاش معقم. ما ينفعش ان احنا نحك الجلد او ان احنا نشد القسطره او نبني القسطره ما ينفعش ان احنا نستخدم اي ادوات حد حوالين مكان القسطره. لا قدر الله افرض القسطره اتكسرت او حصل مثلا بليدنج او حصل اي حاجه بقول للمريض لو سمحت اضغط على مكان القسطره واتصل بالدكتور او تعالى على المستشفى على طول. طب موضوع اللي هو السؤال المشهور طب انا هستحمى ازاي والقسطره موجوده؟ دايما بنصح العيان ان هو يجي يستحمى قبل ما يجي الجلسه وهو جاي الجلسه على طول. لان انا كده كده هشيل اللي هو الشاش او اللي انا مغطي بيه القسطره وهبتدي اغيره تاني وانا على الجلسه. ده ملخص سريع كده لطريقه التعامل مع الفاسكولار اكسس عامه خلاص سواء قسطره دايمه او قسطره مؤقته او سواء اي في فيستولا او سواء وريد صناعي. وشكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا دكتور محمد. انا شايف ان كان في مشاكل كتير قوي في المحاضره دي عطلت الموضوع شويه. شايف برضك ان هو في بعض الاسئله في حد بيسال ليه بنعمل غمس لل قائم في البتادين من 3-5 دقائق والبتادين مش بيشتغل غير على الانسجه الحيه. محمد ما حضرتك بيقول ليه بيتعقم البتادين بعيد عن الانسجه الحيه؟ ليه بتعقم الاشياء بالبتادين؟ انا اسف بس صباح عليك كويس معلش. طيب احنا هنسال الناس ان هم معلش يبعتوا الحراك الاجابه بقى على الواتس ممكن ترد عليهم. تمام. طيب ننتقل للمحاضره الجايه محاضره شيقه جدا. احنا النهارده دعاء اسيستنت بروفيسور استاذ مساعد كلينيكال نيوتريشن ناشونال نيوتريشن انستيتيوت انستراكتور كلينيكال نيوتريشن هي دايركتور ترين نيوتريشن فيلوشيب 2016 في كليه ميديسن المنصوره يونيفرستي زي بوست جراديويت ميديكال اند بيولوجيكال ستاديز بروجرام. اتفضل دكتوره دعاء هتتكلم النهارده عن نيوتريشن ان سي كي دي او التغذيه في مرضى القصور الكلوي. اتفضل حضرتك اعمل لي شير للبرزنتيشن دكتوره دعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه انا بشكر الدكتور احمد على دعوته الكريمه وان شاء الله المشاركه واتمنى ان شاء الله من الجميع الاستفاده وطبعا كل القائمين على برنامج السفرة وان شاء الله على تواصل دائم باذن الله. بدايه انا هتكلم على النيوتريشن ان سي كي دي بشكل بسيط كده ومبسط وحاجات معلومات تفيدنا انتوا كنيرسنج في وحدات اليونس حتى في وحدات الهيموداليسز بالذات وهركز على بعض العناصر الغذائية وأهم المشاكل اللي احنا ممكن نواجهها أثناء الشغل بتاعنا. بداية إيه هو مفهوم النيوتريشن أو التغذية؟ بالمعنى البسيط كده التغذية دي أو الأكل احنا بناكله ليه؟ عشان جسمي ذات نفسه بياخد بعض العناصر الغذائية عشان يؤدي بعض الوظائف المهمة داخل الجسم. إيه هي أهم الوظائف اللي ممكن اللي أنا بنتظرها من الأكل ده أو إيه هيخش الأكل عندي في الجسم يعمل إيه؟
اول حاجه انا جسمي ده محتاج طاقه، عامل زي البنزين بتاع العربيه، فهو يعتبر بالنسبه لي الفود او الاكل ده هو البنزين اللي انا محتاجه عشان يحصل فيه طاقه وحركه وفي نشاط بدني، في وظائف اساسيه تانية زي التنفس، النشاط الذهني والنبض وكل الكلام ده كله، وضرب درجه حراره الجسم، النشاط الدوره الدمويه والسيركيليشن بتاع الدم والهضم حتى كمان عشان يتم. بالاضافه الهدف بدا الاساسي كل الوظائف دي كلها عشان بيخش عندي في عمليه النمو وبناء الانسجه وتجديدها. طبعا الطفل عشان يكبر لازم ياخد فيه تغذيه سليمه، ففي مرحله النمو فيحتاج برضه نمو للانسجه ونمو للايه الجروس بالنسبه للطفل او الناس اللي هم صغيرين، حتى كمان بالنسبه للكبير، ما انت خلايا الجسم دي في عمليه كاتابوليزم انابوليزم، عمليه هدم وعمليه بناء، فبرضه محتاج التغذيه السليمه عشان يبدا ان هو يخش عندي في اعاده تجديد الانسجه ذات نفسها اللي حصل لها ايه تلف. الحاجه الثانيه، لو انا تغذيتي مش كويسه اكيد الجهاز المناعي بتاعي هيبقى ضعيف، ممكن يصاب بالعديد من الامراض المختلفه، وخصوصا لو في مشكله عندي في نقص بعض الفيتامينات والبروتين. الحاجه الثانيه ان هو بخش كمان في تنظيم العمليات الحيويه المختلفه داخل الجسم، من ضمنها بقى انا بالنسبه لي اللي هي حركه السيركيليشن بتاع الدم، التنفس، حركه بتاع القلب، كل الكلام ده كله والعمليات الحيويه الاخرى داخل الجسم، ده كلها مرتبطه بالغذاء. يبقى انا افهم من كده لو انا ما باكلش كويس يبقى اكيد انا كل الوظائف اللي داخل الجسم او الجسم ذات نفسه يبقى انا كده ما فيش له وظيفه خالص بالنسبه لنا. طيب النقطة الثانية، إيه هي أهم العناصر الغذائية؟ يعني العناصر الغذائية دول كام؟ هما 6 عناصر غذائية، أنا بعتبرهم في 3 كبار اللي هم المصدر الأساسي للكالوريز أو الطاقة، اللي هي الكارب والبروتين والفات، وفي عندي 3 تانيين دول ما لهمش دعوة بالطاقة، يعني ما بيديش طاقة للجسم، لا هو بيخش عندي عشان الماكرو نيوترينتس دول اللي هم 3 الكبار دول يحصل فيهم ميتابوليزم داخل الجسم ويؤدوا الوظائف الأساسية بتاعتهم، يستلزم وجود الفيتامينز والأملاح والمينرالز أو الأملاح المعدنية والمية. بالإضافة إن كل واحد من دول له دوره، يعني المية دي بالذات، يعني إحنا تقريباً 60-70% من الوزن بتاع الجسم كله أصلاً عبارة عن سوائل أو مية، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فده وظيفه كبيره جدا بالنسبه للميه، ان هو بيخش عشان يحصل فيه تفاعل داخل الجسم، بالاضافه ان هو بيقلل حدوث الديهيدريشن، وله وظائف ثانيه كتيره جدا بالنسبه للميه. الحاجه الثانيه بالنسبه للفيتامينز والمينرالز، لا هو مش بس بيخش في الميتابوليزم بتاع العناصر الماكرو نوترينتس، لا ده كمان بيخش في تكوين الجهاز في تقويه الجهاز المناعي، بالاضافه ان هو بيخش كو فاكتورز او كو انزيمز في العمليات الحيويه داخل الجسم، وبالاضافه بعض الاملاح الايه المعدنيه. والاملاح المعدنيه دي تهمني جدا جدا بالنسبه لمريض الكلى، وخصوصا لما بيحصل فيه عندي مشكله في الكلى ويصعب خروج بعض العناصر الغذائيه اللي ممكن العناصر المعدن الاملاح المعدنيه اللي ممكن بعد كده بتسبب بعض المشاكل، ومنها الهايبر فوسفاتيميا والهايبر كاليميا او زياده البوتاسيوم والفوسفور والصوديوم، ودي هناخدهم بالتفصيل مع بعض واحده واحده. طيب عشان اوصل للغذاء المتوازن، هو الغذاء اللي بيشمل بقى الحاجات الماكرو نوترينتس اللي هم فيها كارب وبروتين وفات، بالاضافه للميكرو نوترينتس اللي هي الفيتامينز والمينرالز والميه، تمام؟ هو ده مفهوم البالانس دايت. طيب ايه هي وظيفه الكليه الطبيعيه؟ الكليه عندي دي لها وظائف كتيره جدا، انا بعتبرها هي تعتبر الفلتر بتاع الجسم بتاعي، يعني ده الفلتر عندي شغال له وظائف كتيرة جدا، أولها إن هو بيحافظ حتى على التوازن المائي أو التوازن السوائل داخل الجسم، تمام؟ من خلال اليورين. الحاجة التانية إن هو بيشيل أي توكسينز أو أي فضلات أو أملاح زايدة عن حاجة الجسم، منها البوتاسيوم والفوسفورس والكلام ده كلاته، بيبدأ يخرجها كإيه سموم أو اليوريا، كل الكلام ده كلاته بيبدأ يطلعها. طب لو حصل فيه مشكلة أكيد الأملاح دي يعني تبدأ تزيد عندي في البلد وتعمل مشكلة عند العيان. طيب بالإضافة له وظائف تانية، إن هو بيخش كمان في تكوين العديد من الهرمونات، في منها هرمون اللي هو الإريثروبيوتين اللي هو خاص بيه تكوين كرات الدم الحمراء، عشان كده بالنسبه لمريض الكلى بيبقى عنده انيميا، الانيميا مش جايه من قله ان هو ما بياكلش حاجات فيها ايرن او حديد، لا لان في مشكله عندي في انتاج هرمون اللي هو هرمون الاريثروبايتين اللي هو بيخش في تكوين كرات الدم الحمراء.
طيب في هرمون تاني، هرمون اللي هو بينشط بيعمل اكتيفيشن لفيتامين دي عشان يحصل في كالسيفيكيشن للبونز، ما بتحصل برضو في مشكله عندي فبيأثر فيها، بالاضافه لهرمون هرمون الرينين اللي هو بيضبط عندي ضغط الدم. يبقى دي اهم الوظائف الطبيعيه للكليه الطبيعيه. لما تكون الكليه سليمه اكيد الوظائف دي لما بيحصل فيها خلل في الكلى بتتاثر عندي، سواء كان كميه اليورين او البول عندي، او زياده بعض الاملاح المعدنيه داخل الجسم، مشاكل العظم، مشاكل التكوين اللي هي الانيميا، بالاضافه مشاكل الضغط. دول اكتر حاجات احنا بنتطرق ليها احنا كتغذيه عشان نحاول نحافظ على مستوى الاملاح داخل الجسم، وكذلك ان الجسم يحاول يتوافق مع الوضع الجديد معاه. كلنا عارفين ان الكورونيك كيدني ديزيز دي 5 ستيجز، 5 مراحل. عموما نيوتريشن مونيتورنج بيبدا عندي اكورد من ستيج 3. تمام، الكلى زي ما احنا قلنا كده ان في عندي اكيوت كيدني انجري او قصور كلوي حاد، ودي بتبقى ليها اسباب وحاجات ثانيه كتير. احنا بالنسبه للنيوتريشن وقت ما يكون في مشكله عندي في الكلى حاده، في الوقت ده احنا بنحاول نعمل توازن بالنسبه للفلويد، نسبه البوتاسيوم، نسبه البروتين، ونحاول نعمل له دايت بما يتلائم المرحله المؤقته اللي حصل فيها توقف مفاجئ بالنسبه للوظائف بتاع الكلى في التوقيت ده. الكرونيك بقى ده بيبقى 5 ستيجز، ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3 ستيج 4. واحنا ستيج 5 ده بيبقى العيان على 3 حاجات، يا اما بدا دياليسيس سواء كان هيموداياليسيس او بريتونيال دياليسيس، او بدا ان هو يتجهز دلوقتي للترانسبلانتيشن. احنا ليه بتوع التغذيه بقى بندور على الستيجز دي؟ لان طبعا في الجديد بقى كمان في كرونيك كيدني ديزيز، كان الاول يقولك في ستيج 1 و2 نسبه البروتين بتاعتها المفروض بديله زي اقل حاجه بالنسبه للطبيعي اللي هو بياخد 8/10 كل كيلو جرام من وزن الجسم. بيجي في المراحل اللي عندي الثالثه والرابعه اقل حاجه ممكن ياخدها 6/10 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم ياخدها بروتين، ولها حسابات بالنسبه لنا. الجديد بقى ان هو قال لك من المرحله الاولى للمرحله الرابعه ان احنا بناخد البروتين، يبقى بيعتبروا بري دياليسيس قبل الغسيل وبعد الغسيل. نسبه البروتين قبل الغسيل بياخد بس 0.6 حتى لو مرحله اولى وثانيه وثالثه ورابعه وخمسه، رابعه وخمسه بس لسه ما بغسلش، بياخدوا 0.6 لكل كيلو جرام من وزن الجسم. تمام، اما بالنسبه لغسيل الدموي لا، ده انا بضاعف كميه البروتين اللي يحتاجها المريض، عشان طبعا دي حاله كاتابوليك ستريس، وبدا ان هو بيفقد طبعا بعض الامينو اسيدز اثناء الدايليس، بيفقد بقى البروتينات الموجوده عندي في البلاد والكلام ده كله، فبدل البروتين 1.2 يعني ضعف كميه البروتين اللي هو كان بياخدها قبل الغسيل. قبل ما يغسل لا، ده دلوقتي على الغسيل هياخد بروتين مضاعف عشان حاله الكاتابوليك ستريس اللي تعرض ليها اثناء الدايليس. والغسيل البروتيني برضو بيبدا ان هو بياخد 1.2 ل1.3، واذا حصل كمان التهاب في الغشاء البريتوني او بريتونايتس ممكن البروتين يزيد شويه كمان يوصل ل 1.5 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم. يبقى انا افهم من كده ان البروتين عندي هنا لا، في عمليات الغسيل المفروض ما يمشيش على جزء بسيط عشان ما يحصلش يخش العيان بعد كده لو انا قصرت معاه في نسبه البروتين، وهو خايف ان هو يقل يزود في البروتين بتاعه فبيخش عندي في مال نوتريشن وسوء تغذيه وفقد العضلات بتاع الايه الجسم. اما بالنسبه للترانسبلانتيشن، المشكله عندي في الترانسبلانتيشن ان انا لازم اتعامل مع العيان في خلال الثمان اسابيع الاولى من الزراعه ان انا بديله هاي بروتين دايت، عشان دي حاله سيرجري وحاله لازم ازود فيها نسبه البروتين عشان يحصل فيه التئام للجرح وغيره. فممكن ياخد من 1.5 ل 2 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم، لكن بعد الاربع اسابيع او الشهرين الاولين من الزراعه انا بتعامل مع العيان ان هو سي كي دي قبل المراحل الغسيل ياخد بروتين بتاعه زي اي واحد مكر نورمال، اقل حاجه من 8/10 ل 1 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم، يعني عشان ما يعملش ستريس على الكليه المزروعه. يبقى هو ده الهدف الاساسي عندي لما باجي افرق ما بين الستيجز بالنسبه لنا كنيوتريشن، عشان البروتين وعشان ريكويرمنت انتيك او الاحتياجات الغذائيه بتاع العيان. طيب هل النظام الغذائي ده ان انا بجيب ورقه كده واقطع الورقه وابدا ان انا اوزعها على كل الناس؟ لا، ما ينفعش. ليه؟ لان في عوامل كتيره جدا بتتحكم عندي في الوصف بتاع النظام الغذائي، يعني هي عمليه individualized لازم بتختلف من فرد لفرد، لان طبعا المراحل العمريه، السن،
في عندي اطفال، في عندي شباب، وفي عندي مرحله الادلت او الكبار اللي هم الجيرياتريك او الايجنج. فكل مرحله من المراحل العمريه احتياجاته والريكويرمنت انتيك بتاعته بتختلف حسب السن. حاجه الثانيه السكس، الست غير الراجل، الولد غير البنت، كل والنشاط البدني، واحد بيشتغل، واحد قاعد ما بيعملش حاجه، واحد سيدنتري، واحد اكتف، واحد لو اكتف، وواحد مثلا بيشتغل لسه في اعمال مثلا او حرف يدويه غير الواحد اللي قاعد حتى في المكتب. فكل واحد لازم يكون له طاقه تبع النشاط البدني بتاعه. النقطه الثانيه الوزن. التارجت بتاعي ان انا لو واحد وزنه كويس ان انا بحافظ على الوزن ده عشان ما يحصلش فيه عندي انخفاض في الوزن او زياده في الوزن تاثر عندي في السلب بالسلب عليه. وكذلك لو هو عنده سمنه يبقى انا الهدف الاساسي او ان انا بظبط الوزن بتاعه عشان ما يحصلش فيه لوسز في الوزن بطريقه سريعه وده ياثر عليه بالسلب، وابدا اعمل له نظام غذائي بحيث انه هيوصل للوزن الصحي بتاعه، مش يعني مش المقصود بيه وزن مثالي، لا الوزن الصحي اللي هو بيحس ان هو صحيا كويس والدنيا ماشيه معاه زي الفل وما ياثرش معاه. لو عنده نحافة بحاول ان اعمل انكريزنج للانرجي او الطاقة بتاعته بحيث ان هو يزود في الوزن بتاعه ويبدأ ان هو يتعايش كويس. الحاجة الثانية ما باجي اعمل نظام غذائي ما ينفعش ان انا اكتب له انظمة غذائية بما لا تتناسب مع رغباته او الحاجات اللي بيحب ياكلها والحاجات اللي ما بيحبش ياكلها. لو هو فيجيتيريان بقى طبعا ان انا بحاول ان انا اختار له معظم الحاجات اللي تبقى مناسبة ليه وبحيث ان هو ياخد كل الاحتياجات الغذائية بدون اي تقصير من اي نوع من انواع العناصر الايه الغذائية. فطبعا انا بحط الحاجات اللي هي الفيفورت بالنسبة له او الوجبات وحسب برضه الظروف الاقتصادية بتاعته. يعني انا ما ينفعش ان انا اقول له لحمة وفراخ وسمك كل يوم وهو برضه ظروف الاقتصادية مش هيقدر يوفرها، يبقى انا كده فشلت في وضع النظام الغذائي. يبقى انا بشوف الاكل طبيعة الاكل اللي هو متعود بياكلها تبع ظروفه الاجتماعية وظروفه الاقتصادية ببدا اوظفها له بشكل سليم يتناسب مع احتياجاته. المضاعفات يعني حتى لو هم كلهم مثلا واحد على هيموداياليسيس او سي كي دي، ان واحد مثلا الاثنين سي كي دي وفي نفس الستيج بس واحد ممكن يكون عنده سكر واحد تاني لا، واحد عنده ضغط واحد تاني لا، في واحد عنده مشاكل في البونز وواحد عنده ديسليبيديميا او اختلاف نسبه الدهون، فلازم ابص برضو على الكومبليكيشنز او المضاعفات الصحيه اللي ممكن تكون مصاحبه للحاله طبعا. والادويه وواحد بياخد مثلا فوسفيت بايندرز او روابط فوسفور واحد تاني لا ما بياخدوش، مثلا واحد بياخد علاج حتى لو هما الاثنين دايبيتك الاثنين، واحد ممكن يكون تايب 1 والتاني تايب 2، فواحد بياخد انسولين وواحد بياخد حبوب. ايا كان لازم هنيجي في الاخر ان انا ما فيش حاجه اسمها نظام غذائي موحد لان في عوامل كتيره جدا بتتحكم في النظام الغذائي. ايه انا زي اول حاجه بعملها ان انا بقيم الحاله التغذويه لما بيجي لي عيان، بقيم الحاله بتاعته. التقييم ده بطرق مباشره كتير جدا، منها اول حاجه المقاييس الجسميه، باخد الطول والوزن بتاعه وبشوف الوزن الجاف، الوزن الجاف مش الوزن اللي عنده، لو عنده إديمة ببدا اخصم الوزن بتاعه عشان اخد بس اعتبر ان هي زياده السوائل والميه دي على حاجه على جنب عشان اوصل للوزن الجاف بتاعه. وممكن بستخدم حاجه اسمها الادجستد او الوزن المعدل او الوزن المثالي، كل ده في تقييم الوزن في المقاييس الجسميه. البي ام اي، البي ام اي ده عامل مهم جدا برضو عشان اشوف الصح بالنسبه لي. يعني البي ام اي بالنسبه للنورمال بوبوليشن قال لك البي ام اي او اللي هو مؤشر كتله الجسم بيبقى من 18.5 لحد 24.9، يعني بدايته الناس الطبيعيه من 18.5، لكن بالنسبه في الهيموداياليسيس بالذات قال لك المفروض البي ام اي ما يقلش عن 23. يعني افهم من كده كل ما بيكون الوزن العيان اوفر ويت او زياده في الوزن شويه بيبدا يتحمل شويه الغسيل، يعني بيقدر لان دي حاله كاتابوليك بيبدا في عمليه هدم داخل الجسم، فلما يكون جسمه مليان شويه يقدر يتحمل الغسيل نفسه. اما لو هو عنده نحافه او وزنه في بدايات اللي هي البي ام اي بتاعته قليله فممكن حالته تتدهور بايه بسرعه ويخش عندي في مشاكل كتيره، ودي اسمها بي ام اي بارادوكس او عكس الطبيعي، لان الناس لما بيزيد الوزن عندنا او السمنه كل ما بيزيد عندي الريسك اوف ديس، لكن بالنسبه في الدياليسيس او الهيموداليسيس بالذات كل ما بيزيد البي ام اي بالنسبه للعيان كل ما بيقل الريسك اوف ديس. دليل ان ما بيكون الوزن عنده اوفر ويت او سمنه شويه بيبقى تحمله للغسيل او الكاتابوليك اللي بيحصل عندي من الغسيل بيبقى كويس.
السؤال اللي دايما بيسأله العيان لأي فيزيشن بعد ما يخلص معاه ويكتب له روشتة والحاجة بتاعته، يقول له أنا هاكل إيه؟ ده السؤال المميز أقول له. فطيب إيه هو بقى اللي أنا المفروض أجاوبه عن 3 حاجات مهمين جدا؟ إيه اللي أنت هتاكله؟ ماذا تأكل؟ السؤال أو الحاجة التانية، كم الكمية قد إيه؟ كم تأكل؟ إمتى تأكل؟ أثناء الجلسة ولا قبل الجلسة ولا بعد الجلسة، ولا تاكل إمتى بالظبط؟ يبقى أنا في عندي 3 حاجات إحنا مع بعض هنحاول نجاوبهم على كل عنصر من العناصر الغذائية اللي بتأثر عندي أو اللي بتتأثر بإصابة الكلى بالمشاكل بتاعتها. البروتين، وأكيد البروتين معاه فسفور برضو، ده من العناصر الغذائية. بالنسبة للصوديوم والسوائل، وهنتكلم عن البوتاسيوم والفايبرز أو الألياف الغذائية. طبعا البروتين ده من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي لازم أراعيها في أكل العيان، زي ما سبق كده وقلت لكم. طبعا المراحل السيكي دي أنا الريكومنديشن عندي بتختلف لنسبة البروتين. طب هو اللي عنده مال نوتريشن أو عنده سوء تغذية، عنده قلب من قليل، فممكن أزود في كمية البروتين حتى لو هو سيكي دي، خلاص اللي هي في المراحل اللي قبل الدياليسيس، يبقى ممكن أزود. بس أخلي بالي إن أنا الكميات الكبيرة من أكتر من اللازم ده بيأثر عليها بالسلب. طب لو كميات لازم اديله كميات اكبر، في لو بدا غسيل زي ما قلت لكم كده، لو هو قبل الغسيل 6 من 10، لا ده بعد الغسيل بياخد كميه مضاعفه من البروتين عشان يعوض اللوسز اثناء الدياليسيس. طيب لو انا اخدت كميات اقل من اللي المفروض اخدها واستمريت بقى ان انا اخد كميات قليله، خايف عشان الكلى وعشان الكلى، وانت كده اصلا وصلت للمرحله النهائيه المفروض بروح تغسل كلى صناعي عشان انا الكلى عندي ما عادش بتشتغل، فانا بروح ليه؟ عشان يحصل فلتريشن بالنسبه للايه ليها. طيب لو انا ما خدتش كميه بروتين عندي كافيه، هيحصل فيه عندي اللوسز في العضلات وتبقى ضعيفه، ودايما احس ان انا عندي ضعف عام، في عندي وهن. طبعا البروتين بخش عندي في تكوين الجهاز المناعي، فده بيبقى خلي مناعتي ضعيفه، اي حاجه دور برد، اي حاجه خاصه بالمناعه ممكن انا ايه فيها ويعمل لي مشكله كبيره. طب انا لو خدت زياده بقى من احتياجات من البروتين اكتر من الكميه اللي انا المفروض اخدها، ده بيزود عندي التوكسينز عندي، وخصوصا اليوريا والكرياتين الكرياتينين، وده بيعمل عندي طبعا غثيان وخمول، بالاضافه ان في بيعمل عندي ريحه الفم بتحس ان هي ريحه مش كويسه، بالاضافه ان هو بيعمل عندي صداع. يبقى دول مشكله البروتين في الزياده او نقص. عشان كده انا اخد البروتين اكوردنج الاحتياجات بتاعتي، تبع انا محتاج قد ايه البروتين. واللي هيساعدني في الموضوع ده هي الرينال دايتيشنز، المفروض تكون موجوده في كل يونت من وحدات الغسيل الكلوي. البروتين ده في منه نوعين، في اللي هو الانيمال سورس او بروتين حيواني، ده متوصل عندي بقى البيض، اللحمه، الفراخ، الارانب، السمك، الالبان ومنتجاتها، كل ده السورس اوف بروتين اللي هو الانيمال سورس. ده بيحتوي على الاسينشال امينو اسيدز، بس نخلي بالنا ان برضو كل حاجه من دول في حاجة أنا مريض كده ممكن أخد منها الجزء الجانب كويس والجانب التاني ماخدوش. يعني مثلا عند البيض لو أنا عندي مشكلة في الفوسفور عالي، يبقى أنا بحاول أشيل صفار البيض وأكل، ممكن أعتمد على بياض البيض في قلب الأكل بتاعي. طب لو أنا ما عنديش فوسفور عالي، فممكن أكل بيضة يوم بعد يوم، أو ممكن أكل بيضة يوميا طالما أنا الفوسفور عندي الدنيا متناسبة، لأن أنا بعتبر بروتين البيض ده أو بيطلق عليه حاجة اسمها ريفرنس بروتين أو ستاندرد بروتين، عاملين زي حاطين كده واحد ستاندرد وقاعدين بنقيس عليه البايو افيبيليتي بتاع اي نوع بروتين تاني، فده بيحصل له امتصاص داخل الجسم 100%، فده يعتبر من ضمن الحاجات الكويسه عندي. يبقى انا اخدتها وفي نفس الوقت ضمنت ان انا البيولوجيكال فاليو بتاعته كويسه وبيحصل فيه امتصاص 100%. عندي اللحوم، احنا طبعا اللحوم الحمراء والكبده والكلاوي بنحاول ان احنا نبعد عنها، ليه؟ لانها بتزود عندي اليوروميك توكسينز وبتزود عندي الفوسفور، ودي برضو من ضمن الحاجات اللي مش كويسه. او ممكن اخد حتى اللحوم الحمراء لو انا في مراحل مش متقدمه او من الكلى، ممكن اخد لحمه حمراء البتيلو اللي هي الفاتحه لونها لحم فاتح شويه، ويا ريت تقطعها مكعبات صغيره وتتسلق مره او اتنين وتتكب بميه السلق، او ما اخدش الشوربه بتاعتها، ده في حد ذاته ممكن اسمح بيه للعيان، بس مش كل العيانين
لا ممكن اديها له مره كل شهر ولا حاجه، وتبقى الكميه بتاعتها تبع متناسبه للاحتياجات بتاعته، ما تبقاش كميات كبيره. بالنسبه للفراخ او الارانب دي من ضمن الحاجات الكويسه ممكن اخدها، لان طبعا هي اقل حده بالنسبه عن اللحوم الايه الحمراء، وما بزودش نسبه الفوسفور مش زي اللحمه الحمراء او الكبده. بالنسبه للسمك انا ممكن اخد اسماك، بس برضو انا المشكله يا جماعه في عندي في حاجه واحده، ان انا باخد الكم النوع بس الكميه اخدها قد ايه. يبقى انا دلوقتي هتبقى الكميه تبع الحاله بتاعتي، حاله الكلى، وحسب وزني وعلى حسب احتياجاتي الدايتيشن بتحدد لي الكميه بتاعتها ممكن اخدها. يعني ممكن اقول له مثلا هو هياخد سمكيه بولتي واحده صغيره كده، او ممكن واحد تاني جسمه كبير او حجمه كبير الهيكل بتاعه كبير ممكن اقول له اتنين. كل الكلام ده كلته على حسب الاحتياجات بتاعته، بتختلف من شخص لشخص. بالنسبة للألبان ومنتجاتها على أساس نوع البروتين بتاعي، قصدي الألبان ومنتجاتها، نبعد عن بعض أنواع الجبن زي الجبنة الصفراء أو الجبن اللي هي الجبنة الرومي أو الجبنة النسكو أو الحاجات اللي هي الجبنه النستو او الجبنه التشيدر او الحاجات دي كلها، لا احنا هنبعد افويدد ليها. لكن ممكن اخد انواع الجبن اللي تعتبر خفيفه وحاجه كويسه وقيمتها الغذائيه اعلى كويسه من الكالسيوم حتى كمان، زي الجبنه القريش او الجبنه الطازه الثلاجه او الجبنه اللي هي قليله الملح، فدي برضو ممكن اخدها بس برضو بكميات محدده، لان الالبان ومنتجاتها بتبقى عالية في نسبة الفوسفور والبوتاسيوم. لكن أنا مش بمنعه كلبن أو جبنة قريش أو جبنة بيضة، مش بمنعها، لا أنا بحدد، أو الزبادي بحدد الكمية، لأن أنا محتاج كالسيوم، والكالسيوم اللي جاي عندي من الألبان ومنتجاتها برضو قيمته الحيوية داخل الجسم بيحصل فيه امتصاص، وبتبقى كويسة جدا أحسن من مصادر الإيه الكالسيوم التانية، وده المصدر الأساسي للكالسيوم عندي. بس خلي بالي إن الألبان ومنتجاتها فيها نسبة بوتاسيوم وفوسفور، فعشان كده انا ممكن بحدد الكميه. ممكن عينه اقول له خد كوبايه زبادي صغيره بس في اليوم، واحد تاني اقول له ممكن تاخد كوبايه زبادي او كوبايه لبن صغيره ومعاها حته جبنه مثلا خلال اليوم كله. يبقى انا على حسب تحاليل العيان وعلى حسب احتياجاته انا بحدد الكميه اللي ممكن ياخدها من انواع البروتين المختلفه. في عندي بروتين نباتي. البروتين النباتي ده متمثل عندي في العيش والرز والمكرونه، بالاضافه لبقوليات زي العدس، فاصوليا، لوبيا، الفول، طعميه. دي من ضمن الحاجات اللي ممكن نديها للعيان، ودي حاجه كويسه جدا، بس برضو انا بحددها على حسب الاحتياجات بتاعته. في واحد تاني ممكن اديله، والبقوليات على فكره ما هيش حاجه وحشه بالنسبه للعيان، لا انا ممكن اديله كمصدر بروتين. وممكن احط على فكره، هي عيب البروتين النباتي ان هو بينقصه احد الاحماض الامينيه الاساسيه، لكن ممكن اعمل تكامل ما بين الاحماض الامينيه الاساسيه، ان انا ممكن الاقي بعض مثلا زي اللي هو ما بين البقوليات وما بين الحبوب، مصدر للحبوب مع مصدر للبقوليات. بمعنى لو انا حطيت اللي هو العدس الاصفر مع الرز، العدس الاصفر بينقصه احد الاحماض الامينيه الاساسيه، الرز بيعوضها له، النقص في الحمض الامينه ده الاثنين بيعوضوا بعض، فبالتالي انا كده عملت تكامل الاحماض الامينيه الاساسيه. وده بيوضح لي ان كان زمان بيعتمدوا على جزء البقوليات في اكلهم، ويبقى حتى بصفه يوميه، ودي وضحوا حاجه اسمها الميديتيريان دايت، ان انا قال لك ان انا اخد على الاقل بقوليات من 4 لـ5 مرات في الاسبوع، دي حاجه هيلسي كويسه جدا. فانا مثلا هم بياكلوا، كانوا بياكلوا البصاره والعدس والكلام ده كله، ما كانش في حاجه اسمها لحمه وفراخ وسمك بصفه يوميه زي ما احنا كده، لان ده عمل لودد علينا على الكلى. فطبعا اللجوء ليها كنوع من انواع التكامل، ان انا اخد مصدر الحبوب، ان انا ماكل مثلا عدس وجنب منه اللي هي شعريه او كجايبه طبعا جايه من القمح او عيش او الكلام ده كله، يبقى انا كده عملت تكامل لوجبه غذائيه متكامله. تمام، زي وجبة الكشري بتاعتنا زي ما احنا قلنا كده، اللي هو العدس الاصفر والرز، دي وجبة غذائية متكاملة، فبرضه معاها بعض الخضار والكلام ده كله، فبيعوض النقص في الفيتامينات والاملاح الايه المعدنية. ده بالنسبة لجزء البروتين. الفوسفور، طالما انا اتكلمت على البروتين لازم اتكلم عن الفوسفور. الفوسفور ده لما بيزيد بيعمل مشاكل عندي، بيعمل ايتشنج، والعيان بيحس بهرش واكلان في الجسم، وممكن تلاقيه جاي لك كده مبهدل جسمه بسبب زيادة نسبة الفوسفور عندي. طيب وده بيأثر عندي بالسلب على البونز والعظام،
ويعمل دخلنا في الاوستوبروسيس ومشاكل الايه العظام. طيب وعرفنا ان هو طبعا ده شيء ضروري بالنسبه للجسم، والكلى هي اللي بتتخلص من جزء الزايد عنده عن طريق الكلى. لو انا اكلت كميه فوسفور زياده الكلى بتعمل توازن ليه وبتخرجه بره الجسم. طب لو حصل في مشكله في الكلى اكيد بيزيد عندي الفوسفور عندي في البلد. الحاجه الثانيه الفوسفور ده ما بيزيد بيعمل ايه؟ طبعا زي ما قلت لكم كده بيعمل ايتشنج عندي، وبعد كده بيعمل الام في العظام والبون، وسهل جدا يحصل فيه فراكشر عندي او يحصل فيه كسور عندي ويحصل اوستوبروسيس بالنسبه للعظام. بدل ما العيان بدا ان هو كان جايب على رجليه بعد كده بيتشال وبيبقى عرضه للكسر من اقل حركه. طب ازاي اتحكم بقى في الفوسفور؟ في ثلاث طرق او التلاته بيكملوا بعض، اضلاع بتكمل بعضها. اول على راسهم من فوق عن طريق الاغذيه، في حاجات عاليه وحاجات قليله وتبع نوع الفوسفور. الحاجه الثانيه بياخد الكالسيمات او روابط الفوسفور. الكالسيمات دي بتتاخد بطريقتين، لو الفيزيشن او الطبيب المعالج قال للعيان خد الكالسيمات في النص ما بي في الوجبات، في ثلاث وجبات او في وجبتين مثلا ايا كان، بس ياخدها في نص الوجبه، بيبقى الهدف الاساسي ان الكالسيمات دي بتعمل ثقب او بتعمل امتصاص زي سفنجه كده دخلت مع الاكل تمتص عند الفوسفور، ترتبط بالفوسفور وتمنع امتصاصه. طيب لو الطبيب قال للعيان خد الكالسيمات في النص ما بين الوجبات، بيبقى الهدف الاساسي ان هو عنده ديفيشنسي او عنده نقص في الكالسيوم، فهو بيديهوله بيبقى التارجت بتاعه ان هو يعوض النقص اللي عندي في الكالسيوم ويحصل له امتصاص، فلازم ياخده ما بين الوجبات ما ياخدوش مع الوجبه عشان يحصل امتصاص للكالسيوم. تمام. النقطه الثالثه عشان اتحكم في نسبه الفوسفور، لو انا واحد بغسل دياليسز المفروض التزم بالثلاث الجلسات بتوعي، لان تفويت الجلسات دي بيعمل اكيوميشن، بيعمل عدم كفاءه الغسيل، وبالتالي يحصل فيه عندي اكيوميشن للفوسفور عندي في البلد. طيب الفوسفور ده يعني هو في انواع، في نوعين، في اللي هو الاورجانيك وان اورجانيك. الاورجانيك اللي هو الفوسفور الطبيعي اللي هو موجود عندي في الاكل الطبيعي، اما الان اورجانيك ده اللي هو الحاجات في الحاجات المصنعه. الحاجات المصنعه بقى زي البيبسي والحاجه الساقعه والحاجات المعلبه والمحفوظه، اللحوم المصنعه، كل اللحوم اللي احنا شايفينها دي بتبقى فيها اللي هي اللانشون سوسيس والكلام ده كله، فعشان كده احنا بنقول نبعد عنها خالص. مرق الدجاج وغيرها وكل الكلام ده كله ده ان اورجانيك فوسفورس، جسمي بيمتصه بنسبه 90% ل 100%، يعني بيحصل له امتصاص. واحد تاني يقول لي ايه، طب انا ممكن اخد حاجه بيبسي ولا حاجه ساقعه ولا اي حاجه واخد معاها كالسيمات، مش انت حضرتك بتقولي ان الكالسيمات دي يعني بتمتص الفوسفور؟ طب انا اخد حبايه كالسيمات مع اي حاجه من دي؟ لا، الفوسفور اللي جاي من الحاجات المصنعه الكالسيمات ما بتقدرش عليه خلاص، لكن الفوسفور الطبيعي اللي هو جاي بقى في الاكل موجود عند الطبيعي بقى زي ما قلت لكم كده، الالبان ومنتجاتها، في صفار البيض، في اللحوم الحمراء او البيضاء او غيرها، في العيش السن او العيش اللي هو فيه كميه رده او قشور البقوليات، لا ده بيحصل امتصاص ليها، بس الامتصاص بتاعها بيبقى ضعيف، يعني من 40 ل 60% على حسب المصدر. يعني هنلاقي عندي البقوليات الامتصاص بتاع الفوسفور بتاعتي بيتراوح من 20 ل 30% بس، لان في فايتيت او فايتيك الاسيد اللي موجود عندي في قشور البقوليات او موجود عندي مثلا في القمح او الكلام ده كلته بيخلي الامتصاص بتاع الفوسفور بيبقى قليل، فعشان كده بيبقى نسبه الامتصاص بتاعته 20 ل 30%. لكن في حاجه زي صفار البيض او اللحمه الحمراء، لا الامتصاص ممكن يوصل 60 70% بيحصل فيه امتصاص، لان الفوسفور ده فوسفور طبيعي بس جاي من مصادر حيوانيه، البايو افيلابيلتي بتاعتها بتبقى عاليه فبيحصل لها امتصاص اعلى من الحاجات اللي جايه من المصادر النباتيه. يبقى انا الفوسفور اللي جاي من مصادر نباتيه امتصاصه قليل من 20 30، يوم ما يطلع ماكسيمم بتاعتي 40%، اما الفوسفور اللي جاي من المصادر الحيوانيه بيحصل له امتصاص ممكن 60 70%. يبقى ده على حسب المصدر، حتى لو كان طبيعي نسبه الامتصاص بتختلف. انا من منطلق ده عملت حاجه اسمها ايجيبشن فوسفورس ماب. الايجيبشن فوسفورس ماب اعتمدت فيه على الفود كومبوزيشن تيبل اللي هو جدول تحليل الاطعمه المصري مع القواعد الاساسيه بالماي بيراميدز، وعملت دايره كده حاجه اسمها ماب، بحيث ان العيان يقدر ان هو يختار من خلال الدايره دي. بتبقى دي الطبقه التحتانيه، في طبقه تانية بتبقى فوقها مغطيه بقيه الداتا اللي انتم شفتها دلوقتي، بس هي فاتحه على الجزء اللي هو خاص بالمجموعه، ويبدا
عاملاها له بقى، بيبدأ من اللون الأخضر للون الأورنج، كل ما بيخش لجوه كل ما أقول له قلل الكمية، بيبقى الهدف والتارجت بتاعها إن دي بتبقى حاجات ممكن أخدها أفيلابل شوية، ممكن أخدها مرة أو أكتر من مرة في اليوم. بيجي اللون الأخضر الأفتح شوية ده بيبقى من مرة مرتين في اليوم بس، اللون الاصفر ده بدليل ان انا بقول له خدها بس من 3 لـ 4، يعني يوم او يوم لا. اما بالنسبه للون اللي هو الاورنج الفاتح بقول ممكن ياخدها مره كل اسبوع او 3 مرات في الاسبوع او مرتين في الشهر قصدي. اللي جوه ده بقول له لا اعمل افويدد ليها. وده اقرب مثال مثلا زي مجموعه اللحوم، انا مش بس حاطه بس كلام ليها، حطها بالصور برضو عشان لو في ناس ما بتعرفش تقرا يبقى دلوقتي عرفت ان الجزء ده يقدر ان هو ايه يعرف بس بالكلام كتابه وكده. فكل ما باجي الف الدايره بيفتح لي مجموعه جديده موجوده عندي، هبدا ان انا ايه اختار واعمل سيلكشن منها اهو. يعني مثلا مجموعه الالبان ما فيش حاجه اسمها ممكن اخدها حاجه واحده بس منها مره او مرتين زي ما قلت لكم كده، ممكن ياخد حته جبنه او نص كوبايه زبادي ده في اليوم، او واحد تاني اقول له لا حته جبنه بس او كوبايه زبادي بس او كوبايه لبن صغيره بس. يبقى انا بوظف له على حسب ايه احتياجاته. واصناف الايه المنتجات الالبان كل ما بخش زي ما قلت لكم كده من اللون الاخضر للون الاصفر للاورنج للاحمر، كل ما بخش لجوه كده بقول الحاجات دي ابعد عنها اللي هي تبقى في نص الايه الدايره. يبقى هو ده الشكل العام بتاعها. وحتى بقى طريقه الارشادات ان الفوسفور ده ممكن عندي السلق بيأثر عليه، يعني انت لو سلقت مثلا فراخ او سلقت اي نوع من انواع الخضار بس مش بيأثر بس عندي على نسبه البوتاسيوم، لا ده بيأثر كمان على نسبه الفوسفور بتاعتي. وبرده في الكتاب اللي احنا عملناه في كتاب انا عملته اللي هو الدليل الارشادي لتغذيه مرضى القصور الكلوي المزمن، ممكن ان شاء الله ابعته للدكتور احمد او دكتور حامد ايا كان، ممكن يحطه لكم على الجروب سوفت وبعد كده ان شاء الله تشوفوه يبقى معاكم كاندكس ليكم. بالنسبه للصوديوم، الصوديوم ده يعتبر هو العدو الاولاني لمرضى الكلى، لان طبعا الصوديوم ده بيساعد على رفع ضغط الدم. طبعا لما انا باخد حاجه فيها حادق او حاجه فيها نسبه صوديوم بيحسسني بالعطش الشديد، وخصوصا بقى لو انا عندي انيورين او ما عنديش خروج للبول، فبيبدا يتراكم عندي او يحصل فيه عندي الجسم يخزن الميه وتبقى قديمه بالليفلز بتاعتها، لحد ممكن بعد كده العيان بدل ما كان جاي ماشي ده شايلينه مش قادر ياخد نفسه بسبب زياده نسبه السوائل توصل عند الرئتين، وده يعمل له مشاكل في التنفس. ايه هي مصادر الصوديوم في الاكل بتاعي؟ خلي بالنا ان معظم الصوديوم اللي موجود في الاكل الطبيعي ده نسبته قليله جدا، خلاص اللي هو الانهيرنت بالنسبه للاكل ما بتعداش بس 12%، لكن ال 77% من الصوديوم كسورس بالنسبه للاكل اللي احنا بناكله بيجي من الحاجات اللي هي البروسيسد او الحاجات المعلبه والمحفوظه. لان لو انا بصيت على اي حاجه معلبه ومحفوظه انا جبتها تلاقي مكتوب على سترات صوديوم نترات صوديوم، يعني في هيدن صوديوم موجود وانا مش واخد بالي ان ده سورس بالنسبه للصوديوم انتيك بتاعي. بالنسبه لاضافه الملح على الاكل بتاعنا بمعدل بس 6% واثناء الطهي بتبقى 5%، يبقى انا النسبه الاكبر من الحاجات البروسيسد عندي. عشان كده اما تيجي تشتري اي منتج غذائي لازم ابص على الليبلز بتاعه وابص على النوتيشن فاكس وخصوصا الجزء بتاع الصوديوم عشان الاختيارات والسلكشن بتاعتي ان انا اجيب حاجات لو ان صوديوم. المصادر الصوديوم في الاكل بتاعنا العادي اللي هو ملح الطعام واللي هو الصوديوم كلورايد او كلوريد الصوديوم، بيكنج باودر لانها بيكربونات صوديوم اللي احنا بنستخدمها في الاكل عندي، بالاضافه للكاتشب والحاجات الغذائيه المعلبه ومحفوظه زي ما قلت لكم كده بتبقى في صوره سترات او نترات صوديوم. الحاجه الثانيه الفاست فود او الوجبات السريعه عشان يديني التست والطعم، ده بيحط صوص ايا كان الصوص بقى بمكسيكي صوص مش عارفه ايه كل ده، وبيحتوي خصوصا على الحاجات اللي هي زي الاندومي وغيرها بتحتوي على المونوجلوتاميت الصوديوم، ودي برده من ضمن الحاجات الخطر كتير جدا مش بس عشان الصوديوم لحاجات ثانيه كتيره داخل الجسم. بالاضافه للمخللات، المخلل طبعا كلنا عارفين ان احنا بيتم تخليله عن طريق ان انا اضيف ملح، لان ممكن حتى المريض كده لو عايز ياخد مخلل انا ممكن اقول له يجيب مثلا خيارايه ويقشرها ويقطعها ويقطعها ترانشات رقيقه وينقعها في ميه بخل، ده لونه هيصفر لو حاطه من الصبح لاخر اليوم واحده ولا حاجه. اللي بيحصل معايا ان انا بياخد اللون الاصفر بتاع التخليل وفي نفس الوقت التست والطعم بتاعه زي المخلل بالظبط، بس انا تفاديت نقطه ان انا ما احطش ملح في قلب الاكل. فده برضو احد الحاجات الوسائل اللي انا ممكن اساعد العيان ان هو ياكل حاجه زي كده
وفي نفس الوقت ما حرمتوش منها، او ممكن يجيب مخلل زيتون ويقطعه ترانشات وينقعه في ميه من الصبح للليل، ده هيخلي الصوديوم والمحتوى بتاع الصوديوم بتاعه يقل، وفي نفس الوقت استفدت من الزيتون والفوائد الاساسيه بتاعته، وبرضه بيغير من نكهه الاكل بالنسبه للعيان. يبقى في فوائد كتيره جدا او وسائل كتيره ان انا ممكن استخدمها واستغلها، ان انا اقلل من الصوديوم بتاعي وفي نفس الوقت ما حسيتش العيان ان هو في مشكله ويعمل له قلق وتوتر عنده. بالاضافه نخلي بالنا ان انا اقول له الاكل لو انت طبخت النهارده بلاش تعينه بقى مده 3 ايام وتاكله منه، لان طبعا بيحصل فيه تفاعلات كيميائيه داخل فيه فبيزود من الاملاح عندي وخصوصا الصوديوم، فعشان كده بيبقى طعمه حادق لو انا اكل عامله النهارده وجيت كلته تاني يوم او ثالث يوم بتحس ان هو التيست بتاعه او الطعم حادق شويه، وخصوصا هو صوص طماطم. ازاي اتحكم في الصوديوم؟ اول حاجه اثناء الطهي ان انا لما اجي اطبخ يبقى نترات بسيطه، مش بمنع خالص، نترات بسيطه من الملح. الحاجه الثانيه لان هو اصلا الاكل فيه كميه ملح الطبيعيه بتاعته، لا طبعا ما استخدمش الملح اثناء بقى وانا قاعده على السفره بقى، احنا كلنا كمصريين ما كانتش اللقمه تعدي على الملح قبل ما كده خلاص الاكل ملوش طعم. لا انا بقول يا جماعه ان انا ممكن احط بعض البهارات الخفيفه بدل الملح، زي مثلا كمون، شويه فلفل اسود، شويه بابريكا، ايا كان من اللي موجوده دي، تدي تيست وطعم للاكل، وفي نفس الوقت ما فيهاش نسبه الصوديوم الكبيره اللي ايه، او ان انا حطيت ده او غيرها بقى اللي هي بتحتوي على الملح. يبقى يعني انا ممكن اعمل خلطه وتبقى عندي بس من غير اضافه ايه ملح، او ممكن احط خل، او ممكن احط ليمون. يبقى انا دلوقتي لما اشيل الملح عرفت الوسائل اللي انا احط عليها، يا اما ليمون يا اما خل يا اما شويه توابل وكمون. الحاجه الثانيه هبعد عن الحاجات الاغذيه المعلبه والمحفوظه، واذا اشتريتها لازم ابص على الليبل واقرا واختار الحاجات اللي فيها نسبه صوديوم ايه قليله، تمام. وزي ما انا قلت كده الاكل اللي هو قبل البايت احنا بنبعد عنه. الحاجه الثانيه بالنسبه للصوديوم، طبعا اي اكل بشتريه من بره لازم اختار الحاجات القليله في نسبه الصوديوم، وابعد بقى عن طبعا الحاجات البيبسي والحاجه الساقعه والحاجات اللي هي التيكاويز وكده. الحاجة التانية مهمة جدا، ما اخدش اي نوع من انواع الادوية اللي هي مضادات للحموضة، ولا اي حاجة فيها حاجات ملينات او اقراص البايكارب، الا ما استشير الطبيب المعالج بتاعي، لان الحاجات دي كلها بتبقى محتوية على الصوديوم ده الاساسي بتاعها، وده يعمل مشكلة عندي طالما انا مريض ضغط بتاع كلى، فما ينفعش. وحتى لو انا رحت الصيدليه لازم اعرف في حتى الصيدلي ان انا واحد لو انا راح اشتري ملينات او غيرها ان انا مريض كده، برضو عشان اراعي نسبه الصوديوم واختيار الادويه. وزي ما قلت كده المفروض هو الطبيب المعالج هو اللي يقول على النوع ويقول للصيدلي ممكن تاخد النوع المناسب بالنسبه لك ايه. الحاجه الثانيه ما تجيبش بقى حاجه اسمها الملح اللايت او ملح الطبي او ملح البوتاسيوم من الصيدليه، طالما انا واحد في بدايل ممكن ملح البوتاسيوم ده استخدمه بدل ملح الصوديوم او الملح الطعام العادي، بس انا لو كنت مريض ضغط او مريض قلب بس ما فيش عندي مشاكل في الكلى. لكن انا لو مريض كلى المفروض ملح البوتاسيوم او الحاجات دي كلها ما اخدهاش، لان هيبقى في عندي انا اصلا مريض كلى عندي مشكله في الصوديوم والبوتاسيوم كمان، فما ينفعش ان انا ابدل الصوديوم بالبوتاسيوم وانا في مشكله عندي في البوتاسيوم بسبب مشكله الايه الكلى، فده مش مناسب لاي مريض كلى ان ياخد ملح البوتاسيوم او الملح الطبي او الملح اللايت. لما انا ما اقلل الصوديوم الضغط عندي بتاعي هينظبط، احساسي بالعطش هيقل، حته موضوع الوزن اللي قصدي تراكم السوائل داخل الجسم هتبدا تقل، وخصوصا ما قلت لكم كده لو في مشكله عندي فين؟ في البول. طب السوائل، يبقى انا اتكلمت عن البروتين، اتكلمت عن الفوسفور، اتكلمت عن الصوديوم، اتكلم عن السوائل. السوائل دي بتبقى موجوده عندي في قلب الاكل، ممكن تكون سوائل ظاهره للعين زي في شرب اي مشروب انا اشربه او عصير فاكهه، او ممكن اي حاجه بتسيح على درجه حراره الغرفه بتبقى ميه، دي برده كسورس من السوائل. في عندي بقى في الخضار والفاكهه دي موجود بتبقى نسبه السوائل بتاعتها في نسبه حوالي 80 ل 90 95 99% منها ووتر وميه، وخصوصا بقى زي البطيخ والعنب الخاص الخيار دي برده نسبه السوائل والميه بتاعتهم بتبقى ايه المحتوى عالي. طيب ايه مشكله السوائل معايا في مريض الكلى؟ هي الحفاظ على الوزن، ما بقاش داخل الكلى زايد ومعبي ميه زياده عن الايه الوزن المفروض اخش عليه، لان لو زادت نسبه السوائل داخل الجسم ده بيعمل بيرفع عند الضغط،
جسمي بيبقى مورم والإديمة بتاع عندي بتبقى عالية، ولما تزيد بقى أزيد من اللازم بيبقى داخل ما عندي صعوبة في التنفس وحاسس إن أنا تعبان مانيش قادر. طب أنا لو ما خدتش احتياجاتي من السوائل زي أي واحد طبيعي، أنا مش شربتش مية بحس إن أنا دايخ عندي صداع مانيش قادر، وبيعمل انخفاض لضغط الدم، يبقى أنا لازم آخد في حدود الكمية المناسبة بتاعتي اللي لازم أسأل عليها الطبيب أنا الكمية المناسبة ليا إيه، لأن بتتحدد بكذا حاجة، كمية لو أنا بجيب يورين أوت بوت ولا ما بجيبش، الجو الحار لو أنا في جو حار ممكن أزود كمية السوائل بتاعتي شوية، الحاجة التانية لو أنا بشتغل وببذل مجهود مثلا وفي حصل فيه فقد العرق وكده لازم أعوضه، يبقى في عوامل كتيرة جدا بتخش عندي في تحديد كمية السوائل. ولما يحدد لك بقى كمية السوائل ما تحاولش حددها بقى في ازازة مية عندك كده، اي حاجة هعمل شاي يبقى انا هخصم منها من الازازة، لو انا اخد شوية مية اخد منها. الحاجة التانية ما اجي اشرب ما اشربش من الازازة مباشرة، اجيب فنجان كده صغير واخد رشفات كده بسيطة بالنسبة للمية خلاص، ومحاول ان انا يوم ما احس ان انا عطشان اشرب ميه، لكن ما يبقاش قاعد عمال على بطال اشرب ميه، وخصوصا لو انا ما بجيبش كميه بول مناسبه. الحاجه التانيه لو انا مريض سكر المفروض اعمل ضبط لسكر الدم، لان ده بيخليني عندي احساس بالعطش وعايز اشرب ميه كتير. طيب ممكن اتصرف بقى ازاي في حته الاحساس بالعطش؟ ايام الصيف بنصح العيان اقول له دايما رطب جسمك بالميه. الحاجه التانيه والمهمه جدا ان انا ممكن حتى كمان اقول له ما تمشيش طبعا في الاماكن الجو وقت الحر او وقت الذروه، ممكن اللبس ذات نفسه اللي يبقى لابسه يبقى ملابس قطنيه، ويحاول حتى ترطيب في ايام الصيف والشتاء ترطيب اللبس نفسه اناديه كده بالميه، بحيث ان هو ما يحسسنيش بالايه بالعطش، لان انت لو واخد حتى شاور او حمام بيبقى يقلل الاحساس، نسبه الرطوبه اللي على الجلد دي بتقلل الاحساس بالايه بالعطش، دي يبقى احد الوسائل ان انا اقلل من شرب الميه. ممكن اقول له غرغره ان انت تغرغر بالميه لكن ما تبلعهاش. الحاجه الثانيه اهتم بنظافه الاسنان ومعجون سنان، بحيث ان هو برضو نظافه الاسنان بتقلل برضو الاحساس بالعطش. الحاجه المهمه ممكن اندغ مثلا لبان بالنعناع، ده برضو بيقلل الاحساس بالعطش. ممكن اعمل كوبايه الميه عندي او السوائل بتاعتي، ممكن اخد احط عليها عصير ليمونه واحطها في اللي هو القالب بتاع مكعبات بتاع الثلاجه واحطها، لو انا عطشان ممكن اخد مكعب احطه، بس اخلي بالي من نقطه مهمه جدا، لو انا واحد بيجي لي التهابات دايما في عندي في الحلق وكده ما ينفعش، او لو في ايام الشتاء لا، في ايام الصيف ممكن اخدها. يبقى انا دلوقتي المعلقه اللي هنيجي ناخد المكعب هتلاقيه يا دوبك معلقه معلقتين ميه، وفي نفس الوقت الليمون بيقلل الاحساس بالعطش، عشان كده واحنا عطشانين وايام الصيف يقول لك اعمل كوبايه عصير ليمون، لان الليمونات زي ما انا قلت لكم كده ان هو بيقلل الاحساس بالعطش. فبرضه لما احط بعض قطرات الليمون، مش معنى ان انا حطيت ليمونه يبقى البوتاسيوم هيضرب، لان لا الليمونه واحده ما تعملش حاجه مشكله في البوتاسيوم، وبعتبرها من ضمن الاحتياجات بتاعتي او الريكومنديشن بتاعتي اللي انا اخدها في خلال الايه اليوم. طبعا لما اقلل الحاجات اللي فيها صوديوم وملح هقلل الايه العطش عندي واحتياجي لنسبه السوائل خلال اليوم. اخر حاجه هتكلم عليها هي البوتاسيوم. البوتاسيوم طبعا لما بيزيد بيعمل مشكله عندي في القلب، وممكن العيان يخش في ارست ايه ويموت بسبب ان هو بيعمل على توقف عضله الايه القلب. انا عملت طريقه مبسطه كده عملتها باشارات المرور، وسميتها حاجه اسمها البيراميد او بوتاسيوم بيراميدز اللي هي اهرامات البوتاسيوم اكوردنج للمحتوى بتاع البوتاسيوم. هو طبعا البوتاسيوم ده بيبقى موجود عندي في الخضار والفاكهه اكتر حاجه، لكن هو برده موجود عندي زي ما قلت لكم كده في الالبان ومنتجاتها، بتبقى عاليه في الفوسفور وعاليه في البوتاسيوم في نفس الوقت. اللي يهمني من ده وده كله، انا مش بحرم العيان من العالي في البوتاسيوم ولا بخليه يعتمد بس على القليل، هيعمل ميكسنج ما بينهم كلهم وبينهم ومن بعض، يبقى البورشن سايز او الكميه هي دي اساسيه بالنسبه لي، وبالاضافه ان انا ببعد عن بدائل الملح اللي انا قلت لكم اللي هي بدائل الملح اللي هي زي ملح البوتاسيوم لانها بتبقى عاليه في البوتاسيوم. اول هرم عندي اللي هو باللون اشاره المرور بقى اللون الاخضر اللي هو الحاجات القليله في البوتاسيوم اللي نسبه البوتاسيوم بتاعتها بتبقى اقل من 150 مللي جرام في اليونت او الحصه، الحصه دي او اليونت الوحده، يعني قد ايه الثمره اللي تديني اقل من 150 جرام. هنيجي نبص انا عملتها بلغه الهرم ده ليه، عشان قاعده الهرم بيقول لي دي حاجات نسبه البوتاسيوم بتاعتها اقل
كتير، يعني ممكن تلاقيها 50 60 70، هتيجي في اللي فوق ده هتلاقيه 80ات و90ات و100، هنيجي في اللي فوق ده وصل لحد 130 140 150. فده المقصود بيها، اللي تحت دول اقلهم في نسبه البوتاسيوم زي التفاح الليمون، بس الليمون لو انا اخدت ليمونتين ثلاثه، الفلفل الالوان، في عندي الفول الاخضر الحراتي، عيدان الخاص من غير الورق، البصل اللي هو الناشف، الخيار المقشر، كل الكلام ده كله يعتبر قليل في البوتاسيوم، وحاطه تحت منها حجم الحصه قد ايه او حجم الوحده اللي ممكن تديني كده. اي الفاكهه بنقيسها في حجم كره التنس او قبضه ايدي كده، اي ثمره فاكهه تبقى هي 1 سيرفنج. تمام. الحاجه الثانيه او نص كوبايه مثلا من البسله او اللوبيا الخضراء او الفول الاخضر او مثلا حته مشروم او ارنبيط او بروكلي. هنيجي للمستوى الثاني اللي هو البوتاسيوم، الحاجات المتوسطه في البوتاسيوم، وزي ما قلت كده برضو الحاجات اللي بتبقى في قاعده الهرم بتبقى قليله في البوتاسيوم شويه عن اللي موجوده فوق. هو الموز قليل البوتاسيوم، متوسط البوتاسيوم هو والبرتقال، الموزايه البلدي الواحده الصغيره مش ال 100 جرام، اقل من 100 جرام، البرتقانايه اللي في حجم قبضه ايدي، بس يعتبر في الليفل اللي هو اعلى حاجه في البوتاسيوم الماكسيمم في المجموعه بتاعتي اللي ممكن اوصل ليها، اللي هي 250 مللي جرام في اليونت او في الوحده. وبرده حجم الوحده واضحه عندنا تحت اهي لكل الوحده منها قد ايه. في النهايه اي صنف من دول بيديني 1 جرام بروتين بس، ما بيديناش كميات البروتين الايه الكبيره اللي احنا متخيلين. الحاجات العاليه في البوتاسيوم بقى وابسطها حتى كمان اللي هي الطماطم والحاجات مثلا زي التين الشوكي والكانتالوب، القرع العسلي، البرقوق، المشمش، الرمان، البطاطا والبطاطس والقلقاس اللي هي الدرانات، الجوافه والجزر، والملوخيه او الخضروات الورقيه لون اخضر غامق، كل ده عاليه في البوتاسيوم. وبالاضافه في حاجات تانية غير اللي موجوده في الهرم زي مثلا السمسم، الحلاوه الطحنيه، الالبان والمنتجات زي ما قلت لكم كده فيها نسبه بوتاسيوم، الفراخ والارانب. بس عشان اتخلص من البوتاسيوم اللي في الفراخ والارانب والكلام ده كله، بفضل ان عمليه السلق اسلق واكب الشوربه وبعد كده اعملها شاورما، اعملها زي ما انا عايزه، يبقى انا طريقه السلق بتقلل البوتاسيوم في الاكل. انا بقى اما اجي اقول للعيان اقول له انت ليك 3 حصص خضار وتلات حصص فاكهه، ممكن تختارهم على مدار اليوم من الثلاث اهرامات دول ازاي؟ اقول له الثلاثه دول ممكن تاخدهم 2 قليل مع 1 متوسط، او ممكن تاخدهم 2 متوسط لو انا مش متوفر عندي من الحاجات اللي موجوده في الموسم، او انا مش عايز اكل اي حاجه من الحاجات اللي زي دي وعايز اخدهم متوسط، يبقى انا خدت 2 بس بدل 3. طب انا لو عايز اخد من الحاجات العاليه يبقى اخد حاجه واحده بس، مش هاخد 3 حاجات. خلاص، يبقى انا بعلمه ازاي يختار لكن مش بحرمه من الاكل خالص. ازاي اتخلص بقى من البوتاسيوم في الاكل؟ يعني مثلا لو انا جبت بطاطسايه بقول له قشر البطاطس، قطعها مكعبات او شرايح، انقعها في الميه، وبعد كده كب ميه النقع بتاعتها، وكل ما بتكون درجه حراره ميه النقع فاتره او دافيه كل ما بيساعد على خروج البوتاسيوم اكتر. وبعد كده كب ميه النقع واسلق وكب ميه السلق، ده خلت البوتاسيوم بتاعي اتفقد مش اقل من 60 ل 70%، حصل له فقد في ميه النقع والسلق والكلام ده كله. وبعد كده اطيها بالطريقه اللي انا عايزاها في الكميه بالكميه المناسبه بالنسبه لي، يبقى انا كده خلتني ان انا اكل كل حاجه وفي نفس الوقت قللت المحتوى بتاع الايه البوتاسيوم. وده الشكل بتاع اللي موجود عندي هتلاقوه في الكتاب شكل قلب، هي برضو نفس نظريه الشكل اللي احنا شايفينه بتاع الايه الاهرام. الالياف طبعا بيجي لهم امساك كتير، لازم اقول له تتمشى والحركه والنشاط البدني، مارس رياضه عاديه خالص وابسطها رياضه المشي، ان انا اخد كميه السوائل بتاعتي في حدود النسبه المعقوله بالنسبه لي اللي انا محتاجها، ممكن اكل خضار وفاكهه في حدود الكميه المناسبه بالنسبه لي، وزي ما قلت لكم كده اللي هي رياضه المشي عشان اتجنب اي مشاكل تحصل. طبعا لازم اقرا اي حاجه اشتريتها، لازم ابص على نسبه البوتاسيوم والبروتين، الصوديوم، الكالسيوم، كل السكريات الموجوده فيها على النيوتريشن فاكتس على اي ليبلز او منتج غذائي. معلش طولت عليكم، بس اتمنى تكون الرساله وضحت وبسطت لكم الامور اللي تقدر تستفيدوا بيها وتفيدوا بيها العيانين في وحدات الدياليسيز عندكم. شكرا. شكرا جزيلا دكتوره دعاء، محاضره جميله وممتعه والله يعني. الله يخليك، انا حاولت اوصلها كده بطريقه مبسطه عشان الناس تقدر تستفيد وتبقى في مسج ليها للعيانين يعني.
واحنا يعني المحاضرة والله مفيدة جدا، واعتقد ان اغلب الناس هتفيدها حتى في حياتها اليومية، مش مجرد بس للسي كي دي يعني. تمام. الشيء الثاني، انا كنت بس عايز في حاجة كده عايزين نوصلها لحضرتك. اتفضل يا دكتور. انا عندي مشكلة بس في بيطلع لي مسج كده قدامي، دقيقة واحدة. اعمل ستوب شير من عندي. يا ريت والله، لاني واضح ان هو ده اللي عامل لي مشكلة. كده خلاص. انا كنت عايز اشير حاجة تانية كده. اتفضل يا دكتور. ايوه دقيقة واحدة. واحنا كنا عايزين نقدم لحضرتك يعني شهادة الحضور دي، مش عارف باينة عند حضرتك ولا لا. واضحة يا دكتور، ما تحرمش من ذوقك ابدا يا دكتور احمد، ما دي تحرمش من ذوقك خالص. يعني الجمعية الدولية لأمراض الكلى، يشرفنا ان احنا نقدم لحضرتك الشهادة دي، ومتشكرين جدا الدكتورة دعاء. الدكتور شكرا جدا يا دكتور، شكرا مشارك شكرا معانا جزيلا. في العملي كمان، فهو له حاجة تانية غير الشهادة يعني، عشان هو برضك ايه ما نقولش ان فين شاء الشهاده الله. بتاعتي وكده، واحنا ما نقدرش على زعله يعني. فاحنا متشكرة جدا ليكم وكل السفراء، وربنا يجعلكم دايما كده سند ليهم في كل دايما وحدات الكلى ان شاء الله. في كل مكان ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور، شرف لينا المشاركة دايما، ولو طيب في اي حد عنده اي حاجة اي سؤال احنا مع حضراتكم ان شاء الله، احنا مع بعض. مش شايف اي سؤال. لو في حد عنده سؤال يا جماعة يبعته دلوقتي على الشات. وكل الناس بتشكر حضرتك دكتورة دعاء. لا تحت امرك يا دكتور، وان شاء الله ابعت لحضرتك الكتاب النسخه، ممكن حضرتك او نبعتها لهم حتى على الجروب واتس اللي هو الدليل الارشادي ده لتغذيه مرضى الكسور. منها يعني، ونشوفها كده ونفيد بيها المرضى إن شاء باذن الله. الله. بس هو بس انا انوه لجزئيه، طبعا احنا كنا عشان الكيدوكي الجديده كنت انا مقسمه حتى في انماط غذائيه كده، نماذج غذائيه لمرضى القصور الكلوي في المراحل الاولى للثالثه والمرحله اللي قبل الغسيل اللي هي الاستيكي دي ستيج 4 ومرحله الدياليسيس. فاحنا بقى لو احنا اخذنا الكتاب المرحله من الاولى للثالثه، طبعا عشان الريكومنديشن الجديده قال لك اي مرحله من اول واحد لحد سيكي دي ستيج 4 بناخد بروتين قليل، يعني هنمشي على الوجبات اللي هي البري دياليسيس اللي هي المرحله الرابعه، يعني هنلغي اللي هي الجزئيه بتاع الوجبات اللي هي المرحله الاولى للثالثه. هنعتمد اللي هي سيكي دي ستيج 4 تنفع لكله، ايوه يبقى قبل او بعد خلاص ان شاء الله. طيب باذن الله يا دكتور. لا تحت امرك يا دكتور، واشكر حضراتكم كلكم على الحضور ان شاء الله، وان شاء الله سهره سعيده. مع السلامه. شكرا، السلام عليكم. مع السلامه.